الفكره الاساسيه بتاعت الالترا ساوند ايمجنج مبنيه على حاجه بنسميها الايكو رينجنج. ايكو رينجنج معناها ان احنا بنبعت بالص وبيسكلي بننتظر لغايه لما يجي لنا ريفلكشن او يجي لنا ايكو، ونبتدي بعد كده باستعمال الوقت بتاع الايكو دوت نبتدي نحدد المكان بتاع الريفلكتور ده موجود فين بالظبط. يعني على سبيل المثال في السونار ده التطبيق الاول خالص اللي اتبنى عليه الالترا ساوند ايمجنج، كنا بنبعت الترا ساوند بالص من السفينه بتمشي لغايه قاع المحيط مثلا، وبعد كده جت ريفلكتد باك للسفينه، ونحسب بعد كده من المسافه اللي هي عباره عن دبل المسافه اللي مشيتها البالس علشان هي راحت باك اند فورث، وبعد كده بنتكلم على الوقت بيساوي توايس الديستنس على سرعه الموجات فوق الصوتيه. لو احنا عارفين سرعه الموجات فوق الصوتيه نقدر باستعمال التايم نقدر نحدد المسافه بتساوي كام بالظبط. طبعا في الالترا ساوند الفعليه بنعمل نفس الحاجه بالظبط، بنبعت الترا ساوند بالس ونستنى يحصل ريفلكشن، وبيسكلي بعد ما يحصل ريفلكشن نبتدي بعد كده ناخد الريفلكشن دوت نبني بيه صوره بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده. لو في عندي مالتيبل ريفلكتورز بيجي لي عند كل واحد منهم بيجي لي حاجه زي ريفلكشن او ايكو، والايكو دوت انا باخد السيجنال بتاعته وابتدي ابني بيها صوره الموجات فوق الصوتيه. اللي عايزين نعرفه بقى في داخل الجسم ايه الحاجه اللي بتعملها ريفليكشن. الريفليكشن بيحصل في الموجات فوق الصوتيه بناء على اختلافات حاجه بنسميها الاكوستيك امبيدنس. الاكوستيك امبيدنس لو في عندي تو ميديا مختلفين، وانس ان بقى في عندي اكوستيك امبيدنس مختلفه بيبقى في عندي حاجه بنقدر نحسبها بنسميها ريفليكشن كوفيشنز. الريفليكشن كوفيشنت دوت بيختلف باختلاف التو ميديا اللي موجودين عندي، فبالتالي بنتكلم مثلا على ان كل نوع من انواع التيشوز بيديني ريفليكشن شكل مختلف، وبالتالي بيطلع لي صوره الالترا ساوند مميزه جدا لكل نوع من انواع التيشوز المختلفه. يعني نقدر نميز ايه نوع التيشوز باستعمال قوه السيجنال اللي راجعه لي من الريفليكشن. فعلى سبيل المثال لو كان عندي الانترفيس التو ميديا دول عباره عن ليفر وكيدني، الريفليكشن بيبقى حوالي 6 من 1000 من الانتنس اللي نازله. لو بنتكلم مثلا على حاجه زي الليفر اير، يعني في اختلاف كبير قوي بين الاثنين، طبعا بيبقى اولموست كل الحاجه اللي نازله بتجيت ريفلكتد. لما يكون عندي ليفر بون مثلا بيبقى عندي 60% تقريبا بيرجع، ليفر فات يعني تقريبا 10%. فبنتكلم على الانواع اللي هي السوفت تيشوز مع بعض بترجع لي ايكو بسيط، ولما بنتكلم على اختلافات كبيره بقى مثلا مع الفات او مع البون او مع الاير بيطلع لي ريفليكشن بيبقى عالي. فبالتالي بقدر اميز الاكوز اللي راجع، واقدر من صوره الموجات فوق الصوتيه اقدر اميز انواع التيشوز الموجوده داخل جسم الانسان. اول نوع من انواع الايمجنج مودز اللي موجوده عندنا في الالترا ساوند هي حاجه بنسميها الاي مود او الامبليتيود مود. الفكره بتاعت النوع دوت ان هو جاست يعني بيبعت الالترا ساوند ويجيت ريفلكتد، جيت الريفلكشنز جايه من الجسم ومجرد بس بيعرضها. يعني مثلا احنا شكل الريفلكشن بيطلع حاجه بالشكل ده كده، كل اللي بنعمله ان احنا بنديتكت الانفلوب، يعني بنديتكت الحاجه اللي هي السيجنال الخارجيه اللي هي خارج السيجنال ديت ونعرضها زي ما هي بالظبط تطلع لنا حاجه بالشكل ده كده. التطبيق الاصلي او التطبيق الاساسي للنوع دوت هو في الاوبثالمولوجي، في تصوير العين. فهنا مثلا بيقدر مثلا يشوف، يحط البروب مثلا ويشوف الكورنيا ويشوف الانتيرير لانس ويشوف البوستيرير لانس ويشوف الريتينا، يعني يشوف الاجزاء اللي داخل مكونات العين كلها يقدر يشوفها بمنتهى الوضوح، ويقدر يميز اذا كان في حاجه غريبه موجوده في النص ويقدر ان هو يشخصها. الجهاز التصوير بالاي مود بيبقى حاجه بسيطه بالشكل ده كده، البروب بيبقى شكله حاجه زي القلم كده، هنا بيبقى الترانسديوسر بيبقى موجود هنا فوق كده عشان يتحط على العين، وبعد كده ممكن يبقى في عندي هنا ده السويتش اللي هو ممكن الدكتور يستعمله علشان يقدر يترن اون اور اوف التصوير، وهنا بيطلع لي الايكو او بيطلع لي الريفلكشن في شكل كيرف بالشكل زي ما احنا شايفين هنا كده. النوع الثاني وهو اهم نوع الحقيقه هو بنسميه البي مود او البرايتنس مود. البرايتنس مود الفكره الاساسيه بتاعته ان هو يعني بيبعت مش بس الدايركشن واحد، مش بيستعمل خط واحد بس او مش بيبعت في اتجاه واحد بس، لا بيبعت في عدد من الاتجاهات. يعني على سبيل المثال زي ما احنا شايفين هنا كده، هو بيبعت مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا، وكل مره باخد الايكو اللي راجع ومش بعرضه ككيرف بقى، لا بعرضه كانتنسي.
يعني لما يكون مثلا عندي مثلا شكل بالمنظر ده كده بيحصل لي ريفلكشن من الجزء دوت، فمعنى كده بيجي لي ايكو قوي عند الجزء اللي فيه السيركل دي، فبرسمه بلون عالي. يعني بدل لما يكون مثلا ايكو عالي برسمه بابيض، لما يكون ايكو ضعيف برسمه بلون اسود، وبيبقى في درجات بقى جراي ليفلز بين الاثنين. فهنا مثلا الحاجه اللي هي فيها ريفلكشن عالي بيبقى لونها ابيض، والحاجه اللي فيها ريفلكشن اقل بيبقى لونها اقل، يعني ابيض يعني لونها اسود او رمادي، وبالتالي بيطلع لنا صوره بتبقى جراي سكيل بالشكل ده كده. اللي بيحصل ان انا باكواير خط خط خط، يعني باخد الصوره او باكواير صوره عن طريق ان انا باخد ريفلكشنز في عدد من الاتجاهات، وبحطها كل واحده في الاتجاه بتاعها بالشكل ده كده، بحيث يطلع لي في الاخر صوره ريل تايم بالشكل ده كده. يعني بفضل اكرر الاكوزيشن عشان يطلع لي صوره ريل تايم، بمعنى ان انا ممكن اخد عدد من الصور في الثانيه بحيث ان تطلع لي حاجه اكني بتفرج على حاجه ريل تايم، ما يبقاش فيها اي يعني فليكرنج او حاجه زي كده. فبالتالي دي مفيده جدا عشان اقدر ابص بيها على اي حاجه داخل الجسم ان ريل تايم، ودي الحقيقه الميزه الاساسيه في الالترا ساوند، ان هو يقدر يبص على الانترنال اورجنز بشكل يعني في التايم الحقيقي، بحيث مثلا ممكن اشوف القلب، ممكن اشوف الحاجات اللي هي بتتحرك، واقدر ان انا يعني منها اقدر اشوف حاجات صعب جدا على انواع كتيره من التصوير الطبي تقدر تشوفها. النوع الثالث من الايمجينج مودز حاجه بنسميها الام مود او الموشن مود. الموشن مود الفكره الاساسيه بتاعته ان هو زي ما كنا بنعمل في البي مود، احنا بناخد مالتيبل لاينز في البي مود. في الام مود بقى بنختار واحد من الخطوط ديت ونرسمها مع الوقت. يعني ايه نرسمها مع الوقت؟ يعني بيسكلي اكوايرت بشكل متكرر، وارسم الخط بتاع نفس الخط ده كده برسمه مع الوقت علشان نشوف التغيرات بتاعته. الفكرة فيه ان انا لو كنت بصور حاجة فيها حركة، يبقى معنى كده هلاقي ان الحركة دي تظهر لي لما اكواير نفس الخط مالتيبل تايمز. يعني مثلا لو في عندي فالف مثلا بيتحرك، هشوف الفالف ده بيطلع وينزل زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. لو في عندي تيشو ثابت ما بيتحركش، بيطلع لي نفس النقطة هي في مكانها، ما فيش اي اختلاف. فبالتالي نقدر نصور بيه مثلا حاجه زي الفالف مثلا، بيطلع لنا حاجه في منتهى الجمال الحقيقه بالشكل ده كده، بيطلع لنا شكل الحركه بتاعه الفالف في منتهى الوضوح، وبالتالي يعني بيقدر الطبيب يشخص منها اذا كان في اي مشاكل في مثلا صمامات القلب او كده. الصوره اللي بتطلع لنا بيطلع لنا حاجه زي كده بالظبط، بيطلع لنا حاجه يعني بختار الخط ويطلع لنا حاجه، بتطلع لنا حاجه بتتحرك مع الوقت كده، بحيث ان انا اقدر اشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. فده طبعا حاجة من الحاجات اللي هي برضو مزايا في الالترا ساوند الحقيقة، ان هي يعني بتظهر لنا حاجات بتبقى فعلا في التايم الحقيقي، ونقدر بيها نتابع حركة تكون سريعة جدا ما نقدرش نتابعها بايمجينج موداليتيز كتيرة تانية. الدوبلر مود واحد من المودز الاساسيه، بس ما هواش يعني هو اهم حاجه الحقيقه دايما موجوده في اجهزه الالترا ساوند، اللي يمكن جهاز الالترا ساوند ما يكونش موجود فيه، هو البي مود والام مود. الدوبلر ساعات يبقى اوبشن، وطبعا هو اوبشن مهمه طبعا، بتشخص حاجات كتيره الحقيقه. يعني احنا بنتكلم هنا بقى على ان احنا بنصور الاوعيه الدمويه، بنصور مثلا حركه الدم ونشوف اذا كان في مثلا سداد فيها سينوزيس، او في عندنا انيوريزم، في تمدد في مثلا في الوعاء الدموي، والحاجات دي كلها بتبقى فيها خطوره طبعا لما تبقى تكون موجوده. ففي منها من الدوبلر مود في ثلاثه يعني ديفرنت كاتيجوريز منه. حاجه بسميها سبكترال دوبلر، او ساعات بيسموه البلاك اند وايت دوبلر، وحاجه اسمها كلر دوبلر يعني او كلر فلو مابينج، او في حاجه ثالثه بنسميها الباور دوبلر. بيسكلي البلاك اند وايت دوبلر انا باجي داخل التيشوز بختار منطقه معينه، وباخد المنطقه دي ارسم لها سبكترم للسرعه، يعني هنا الاكسس ده هي سرعه الفلو مع الوقت، بحيث اقدر اشوف الحاجه يعني اشوف اللي هو الكيرف بتاع حركه الدم في الوعاء الدموي ده عامله ازاي مع الوقت. ده طبعا مهم جدا علشان لو في اي تغيرات في حركه الدم بتعني ان الوعاء الدموي فيه حاجه فيها مشكله، فبقدر على طول بان انا ابص على حاجه زي كده اقدر اعرف اذا كان في مشكله في الوعاء الدموي ولا لا. الكالر دوبلر لا، مش بيعمل مابينج بقى للسرعات كام وكده، لا هو بيرسم يعني صوره للمين فيلوسيتي عند كل نقطه. يعني هنا النقطه اللي طالعه لي هنا بتطلع لي فيها السرعات اللي موجوده عند كل نقطه،
او الافريج بتاع السرعات اللي موجوده عند كل نقطه، وعلشان ارسمها برسمها بدرجات الوان علشان تبان لي من البلاك اند وايت اللي مرسوم بيه الصوره. فبرسم بدرجات الوان احمر وازرق، بحيث الاحمر ده معناه ان هو بيتحرك في اتجاه والازرق بيتحرك في اتجاه تاني، بحيث ان انا اقدر اشوف يعني صوره معبره عن حركه الدم او حركه الفلو اللي موجود عندي في مكان كامل، في صوره كامله مش في نقطه واحده. هنا انا باخد في نقطه واحده، هنا انا باخد في صوره كامله. الباور دوبلر مختلف شويه عن ده، في شبه طبعا من ده، بس الاختلاف الاساسي بتاعه ان هو مش بيهتم بالمين فيلوسيتي، مش بيعرض المين فيلوسيتي، لا ده هو بيعرض يعني بيسكلي الحركه اللي موجوده في كل السرعات هي كام. فمعنى كده ايه؟ احنا بنتكلم بدل ما بنشوف السرعه كام، لا احنا بنشوف هل في دم ماشي ولا لا، وكميه الدم اللي ماشيه دي قد ايه؟ كميه الدم المتحركه في الصوره قد ايه؟ ودي الحقيقه لها علاقه مباشره بحاجه بنسميها البرفيوجن او التغذيه الدمويه اللي بتوصل للاورجنز المختلفه اللي داخل الجسم. فدي الحقيقه لها اهميه كبيره علشان بنقدر نشخص بيها حاجات داخل الانسجه مثلا، او في عندي مثلا نسيج مثلا في مشكله، او في يعني حصل ان الدم مش بيوصل له مثلا، بقدر على طول اشخصه بالباور دوبلر. فالحقيقه الدوبلر من الحاجات المفيدة جدا، ويعني نقدر بيها نبص على الأوعية الدموية، حالة الأوعية الدموية، ونبص عليها بتفاصيل الحقيقة، ونقدر نشخص بيها أي تغيرات في البرفيوجن أو في الحالة بتاعة الحالة الوظيفية للأوعية الدموية. أحد الموت الجديدة المهمة جدا اللي بقت موجودة دلوقتي في أجهزة كثيرة للموجات فوق الصوتية هي الفوليومتريك إيميجينج، او 3D و4D imaging modes. الفكره في الـ imaging modes دي ان احنا بنحاول نطلع فوليوم بدل ما بنطلع صوره مقطعيه لجسم الانسان. فالفكره ان احنا هنا بنحاول ناخد multiple images، سواء بطريقه ان احنا نحرك البروب بطريقه يعني فيها انجل، يعني بطريقه كده بنحركها يعني في زاويه معينه، او ممكن ان احنا نعمل سكاننج كده على الفوليوم اللي احنا عايزين نعمله سكاننج، بان احنا نحرك البروب على الاريا اللي هي السطحيه بتاعت الفوليوم اللي احنا عايزين نصوره. في الاخر احنا بنكولكت مجموعه من الصور، وبيسكلي بناخد مجموعه الصور دي ونكون بيها الفوليوم اللي احنا عاوزين ان احنا نشوفه، وبعد كده بنعرضه. الحقيقه ممكن برضو بدل ما نعملها فري هاند بالشكل ده كده، ممكن نعملها بطريقه ميكانيكال. بيبقى في عندي اري بروب زي الاري بروبس اللي هنتكلم عليها، يعني في عندي اري عادي زي اللي كنت باكواير بيه البي مود ايمج، وبيبقى راكب على موتور، يعني بيبقى في موتور بيحركه بحيث ان هو يعمل انجل، بحيث ان هو ياخد مجموعه من الصور بالشكل ده كده، وباخدها في الاخر وبكون منها الفوليوم اللي انا عاوزه. عشان نفهم الفرق بين انواع مختلفه للتصوير، بيسكلي تو دايمنشنال ايمج، يعني بيسكلي حاجه بالشكل ده كده، صوره بتتحرك بس هي صوره مقطعيه، ما هياش صوره بتعبر عن فوليوم، يعني بقدر اشوف يعني سكشن من الجسم بتاع الانسان، زي ما بشوف هنا مثلا دي يعني صوره للجنين داخل الجسم. طبعا الطبيب علشان يقدر يعني يبص على كل الاجزاء بتاعت الجنين لازم يحرك البروب في اماكن كتيره، ولازم يكون عنده تخيل عشان يقدر ياخد التو دايمنشنال ايمجز دي ويطلع منها الفوليوم، بحيث ان هو يقدر يشخص منه، يعني يقدر يتخيل الفوليوم شكله عامل ازاي عشان يقدر يشخص منه. طبعا في بعض الاحيان بيكون ده صعب. فبالتالي ال 3 dimension imaging بيبقى basically زي ما احنا شايفين في الصوره الثانيه دي هنا كده. ال 3 dimension imaging انا باكواير بالطريقه ديت فوليوم، والفوليوم ده بيبقى سنجل فوليوم، ومجرد بس ان انا بعرض السنجل فوليوم ده، اقدر احرك الفوليوم ده في اي اتجاه انا عايزه، بس هو ستيل يعني ستيل وان سناب شوت، ما هواش حاجه بتتغير مع الوقت. يعني اكني خدت فوليوم سناب شوت للجنين مثلا موجود جوه بطن الام، وبعرضه بالطريقه اللي انا عايزه، بس زي ما احنا شايفين كده صوره الجنين ما بتتحركش، يعني هو نفس الشكل هو ما فيش اي حركه خالص، اكني ببص على تمثال، والتمثال ده بقدر احركه يمين وشمال وابص عليه من جميع الاتجاهات، بس ما اقدرش ان انا اشوف تغيرات فيه، هو ثابت في نفس الوضع اللي كان عليه ساعه ما اخدت الفوليوم. طبعا ده يعني مفيد جدا عشان نقدر نشوف بعض الحاجات ما نقدرش نشوفها من 2 دايمنشن ايمجينج، بس طبعا في عندنا في بعض الايفالويشنز في التطبيقات بتاعت الحمل، يعني بيبقى محتاج يشوف فيها حركه الجنين كمان. فالحقيقه ال 4 دايمنشن ايمجينج هو عباره عن ان احنا
يعني زي ما احنا شايفين هنا كده ان احنا خدنا نفس الفوليوم ده مور ذان وان تايم، يعني بنعمل مالتيبل اكوزيشنز للفوليوم بتاع الجنين، وبالتالي بشوف الجنين بيتحرك بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. فهو عباره عن ريل تايم فوليوم، هو بيسموه 4 دي علشان هو 3 دايمنشنز مع التايم دايمنشن بتاع التايم كمان مضاف ليه. فهنا بقدر اشوف الجنين وهو بيتحرك. طبعا الفريم ريت يعني سرعه الحركه ما بتبقى بطيئه طبعا، لان احنا طبعا بنأكواير كميه كبيره جدا من الصور، وبالتالي بناخد وقت علشان نكولكت كل فوليوم، وبالتالي الفريم ريت يعني ماكسيموم ممكن يبقى 2 يعني 2 فريمز بير سكند، ده يبقى كويس قوي، ما بيبقاش اعلى من كده عاده يعني. فعامة 4 dimension image it's a real time volume which is يعني basically تسمح لي ان انا اشوف الفوليوم بتاع الجنين ده كله، واشوف الجنين هو بيتحرك داخل بطن الام من غير ما يكون في احتياج ان انا يعني acquire مره وبعد كده مره تانيه، يعني زي 3 dimension imaging كده. ما بيعمل 3 dimension imaging باخد صوره واتفرج عليها وبعد كده صوره تانيه اتفرج عليها وهكذا، لا ال 4 dimensional بي update الفوليوم all the time. فده طبعا بيبقى مفيد جدا في اغراض التشخيص للجنين في اثناء مرحله الحمل. نتكلم بقى على الايمجنج كومبوننتس، السيستم ايمجنج كومبوننتس، الجهاز الالترا ساوند بيتكون من ايه؟ الحقيقه اول حاجه بتانترفيس مع البيشنت هي الالترا ساوند ترانسديوسر، هو ده اللي بيبعت وبيستقبل الموجات فوق الصوتيه. طبعا احنا لما بنيجي نبعت بنبعت من حاجه، ولما نيجي نستقبل بنستقبل في حاجه ثانيه، فبالتالي بيبقى محتاجين نعمل حاجه زي ترانسميت ريسيف سويتش. البالسز اللي بتروح للالترا ساوند ترانسديوسر بنتكلم هندردز اوف فولتس في بعض الاحيان. السيجنال اللي جايه بتبقى حاجات صغيره جدا، سيجنالز ممكن تبقى بالملي فولت، حاجات صغيره جدا جدا. فبالتالي لو انا اخذت الجزء اللي بيبعت وخليته مفتوح على الجزء اللي بيستقبل هيبقى عندي مشكله في الامبليفاير، ممكن يتحرق. فبالتالي بيبقى في عندي هنا احتياج ان يكون في حاجه اسمها ترانسميت ريسيف سويتش. ده بيبقى مرحله الترانسميشن بيبقى مفتوح في الاتجاه ده كده من الترانسميشن يعني بين فورمر لغايه الالترا ساوند ترانسديوسر، وفي مرحله الريسبشن بيمشي السيجنال من الترانسديوسر تروح للامبليفاير عشان تتكبر بعد كده وتتعرض بعد كده على الشاشه. فيعني بعد كده يعني طبعا مرحله الترانسميشن بيبقى في عندي بالسر هو اللي بيحدد شكل البالس اللي بتتبعت، بيبقى في عندي حاجه اسمها ترانسميت بيم فورمر، ده حاجه بتحدد لي شكل البيم اللي هيتبعت هيبقى عامل ازاي بالظبط، وبعد كده بقى بعد ده الترانسديوسر. في مرحله الاستقبال بيبقى في عندي امبليفاير طبعا، لان السيجنالز اللي جايه بتبقى الامبليتيود بتاعها بيبقى صغير جدا، وبعد كده بعمل حاجه اسمها ريسيف بيم فورمر، برده بجمع السيجنالز بشكل معين بحيث ان انا اخلي شكل البيم بتاع الالترا ساوند يبقى افضل ما يمكن. وبعد كده يبقى في بعض الحاجات اللي زي الفلتريشن، ويعني في حاجه اسمها يعني دايناميك رينج كومبريشن، حاجات بالشكل ده كده نتكلم عليها، بتبقى بنسميها مرحله بري بروسيسنج. دي مرحله بعمل فيها بعض المعالجه للسيجنال الراجع علشان اقدر اعرض الصوره بشكل يكون افكتيف بالنسبه للطبيب. ده كله في الاخر بينتهي ان هو يروح للكمبيوتر بحيث ان هو في الاخر يتم الحصول على السيجنال داخل الكمبيوتر، والحصول على السيجنال داخل الكمبيوتر ده مهم جدا عشان احنا بنبني في الاخر صوره هتتعرض على ديسبلاي مونيتور، فلازم في الاخر الكمبيوتر يكون الصوره او يعني يحصل على الصوره ويبقى في الاخر عنده قدره انه يعرضها على ديسبلاي مونيتور. طبعا بيبقى في عندي يوزر انترفيس بيحدد بالظبط انا عاوز اعمل ايه، وبيكنترول بقى من خلال اليوزر انترفيس دوت كل اجزاء الاكوزيشن بتاعت الالترا ساوند. وبالتالي يعني يوزر انترفيس ده بيسمح لي ان انا ابتدي مثلا اكوزيشن للصور، اوقف يعني اعمل فريزنج للاكوزيشن، ممكن اتحكم في الدبث اللي انا عايز اعمل له اكوزيشن، ممكن اتحكم في مثلا لو بتكلم على صوره مثلا او بتكلم على يعني اي حاجه من الحاجات اللي انا ببص عليها، ممكن ان انا اغير الجين بتاعها، يعني في حاجات كتيره جدا ممكن اعملها من خلال يوزر انترفيس، والكنترول هو اللي في الاخر بياخد الاوامر من اليوزر انترفيس اللي هو بيبقى كيبورد ويبقى في ماوس او حاجه زي يعني بوينتنج ديفايس، ممكن تبقى تراك بول في معظم الاحيان، وفي الاخر بيترجم الكلام ده لكوماندز تروح لكل اجزاء البلوكس اللي هي الموجوده عندي في جهاز الالترا ساوند. اول مرحله نتكلم عليها بتفاصيل اكتر شويه هي الالترا ساوند ترانسديوسر، هو ديفايس بتكونفرت الالكتريكال ترانسميشن بولسز انتو التراسونيك بولسز، يعني هي اكشوالي هي بتعمل دي وبتعمل العكس، يعني بتعمل من الكتريكال لاكوستيك او التراسونيك بولسز ومن التراسونيك بولسز لالكتريكال.
فهي بيسكلي بتبقى عباره عن كريستال بالشكل ده كده، يعني عاده بتبقى بيزو الكتريك ماتيريال. البيزو الكتريك ماتيريال دي بتحول الالكتريكال بالسز لبريشر ديفرنسز او بالبريشر فاريشن، بتغير البريشر او بتغير الثيكنس بتاع البليد دوت، وبالتالي بتبتدي تجنريت يعني التراسونيك ويف على السيرفيس اللي موجود هنا، ده السيرفيس بتاع الترانسديوسر دوت، وبالتالي بتنتقل للجسم. عشان تنتقل للجسم ما ينفعش ان احنا نحطها دايركتلي على الجسم مباشره كده، اللي هي الكريستال دي. الحقيقه بيبقى الاكوستيك امبيدنس في ميس ماتش كبير جدا بينها وبين الجسم. لو حطيناها على الجسم هنلاقي ان معظم الالتراسونيك ويفز هتجت ريفلكتد زي ما احنا شفنا في الفكره الاساسيه بتاعت الالترا ساوند، هي بتعتمد على ميس ماتشز في الاكوستيك امبيدنس، فاحنا لازم نخلي الاكوستيك امبيدنس تبقى اقرب ما يمكن لجسم الانسان. فبنحط حاجه هنا في النص بين الكريستال وبين الحاجه اللي هتتحط على الجسم، اللي هي الجزء دوت كده، بنسميه ماتشنج لاير. الماتشنج لاير دي بتتحط باكوستيك امبيدنس، تبقى الجيومتريك مين بتاع الاكوستيك امبيدنس اللي هي بتاعت الكريستال والاكوستيك امبيدنس المعتاده بتاعت جسم الانسان. وبالتالي دي بتعمل ماتش مور افيشنت ترانسميشن للالترا ساوند من الكريستال لجسم الانسان. في الحقيقه هنا حاجه مهمه جدا اللي هي اللانس. اللينس دي بتركز او بتعمل فوكسنج للالتراسونيك بيم. احنا ايديالي عايزين الالتراسونيك بيم يبقى شكله عامل كده، نسميه بنسل بيم. عمرنا ما نقدر نحصل على حاجه زي كده. لو حطينا الكريستال من غير لينس هيطلع لنا شكل الالتراسونيك بيم بيبقى عامل كده، بيبتدي دايفيرج بالشكل ده كده، وبالتالي بيبقى في صعوبه ان انا اشوف الحاجات اللي جوه بريزولوشن عاليه. فاللي نقدر نعمله ان احنا نحط لينس بالشكل ده كده. اللينس دي بتعمل فوكسنج للالترا ساوند بحيث يبقى في عندي فوكال بوينت هنا تبقى فيها الريزولوشن تبقى اعلى ما يمكن. فمن غير اللينس الحقيقه بيبقى صعب جدا ان احنا نبص بالان فوكس الترا ساوند بيم. فاللينس دي مهمتها ان هي تخلي شكل البيم يبقى اقرب ما يكون للايديال، طبعا عمرنا ما نوصل للايديال بس يبقى على الاقل احسن شويه من الشكل الان فوكس. في عندنا مرحلة برضو موجودة، يعني في عندنا مكون موجود في الالتراساوند ترانسديوسرز اللي خاصة بالايمجينج، في حاجة اسمها الباكينج لاير. الباكينج لاير دي هدفها ان هي تعمل دامبنج للاوسيليشنز اللي بتحصل هنا. يعني عادة اللي بيحصل ان انا ببعت التراسونيك بالس بتبقى فيري نارو التراسونيك بالس، لو ما فيش عندي باكينج لاير اللي بيحصل ان الكريستال بتفضل توسيليت فترة طويلة. الحقيقة الناس لقت ان الريزوليوشن بتاعت الالتراساوند ايمجينج في الاتجاه بتاع الدبث بتعتمد على طول الالتراسونيك بالس، وهو اكشولي هي يعني ثيوريتيكالي هي هاف ذا لينث اوف ذا التراسونيك بالس. فمعنى كده انا عايز الالتراسونيك بالس تبقى اقل ما يمكن في الوقت، يبقى يعني تبقى محدوده في الوقت على قد ما اقدر. فاللي بيحصل لما بحط باكينج لاير، باكينج لاير دي بتعمل دامبنج، يعني زي اكني مثلا ما في عندي مثلا حاجه زي سيرفيس كده وبخبط عليه، لو انا حطيت حاجه من الناحيه الثانيه على السيرفيس من تحت مثلا هتعمل دامبنج للاوستيليشنز اللي هتحصل او تعمل دامبنج للصوت اللي هيحصل، فتطلع بلس مكتومه. البلس المكتومه دي بيبقى طولها اقصر ما يمكن، وبالتالي طلع لنا ريزولوشن احسن ما يمكن. فمهمه الباكينج لاير دي موجوده هنا دي عشان تحسين الريزولوشن في الاتجاه الدبث في صوره الالتراساوند. طبعا بيبقى في عندنا طبعا الكتريكال انترفيس، والالكتريكال انترفيس ده بيسمح ان انا اقدر اكسايت الايه الالتراسونيك كريستال الموجوده عندي هنا. طبعا احنا المعتاد ما بيبقاش الالتراسونيك ترانسديوسر في سنجل كريستال، بيبقى فيه عاده عدد كبير من الكريستالز، وده بنسميه الاري ترانسديوسرز. الاري ترانسديوسرز هي عباره عن يعني انا اتخيل الحاجه اللي موجوده هنا دي كده اكنها واحده من دول، يعني بيسكلي اكن ده البروفايل بتاع كل واحده من دول، وهم كلهم جنب بعض بالشكل ده كده، وفي عندي اسلاك تسمح لي ان انا اكسايت واحده او اي مجموعه عموما من المجموعه الاليمنتس الموجوده عندي هنا دي. وبالتالي بقدر هنا يعني زي ما هنشوف بعد شويه نقدر نستعملها ان احنا نقدر نشوف اجزاء مختلفه، يعني حسب انا بعمل اكسايتيشن لاني جزء من اجزاء الترانسديوس. عشان نحصل على الصوره احنا لازم ناخد او لازم نبعت التراساوند بيمز في اتجاهات مختلفه عشان استقبل منها ايكوز، وبالتالي ابني الصوره في او ابني الخطوط بتاعه الصوره زي ما احنا شفنا في البيم مود. فاحنا ممكن نعمل سكاننج او ممكن نعمل يعني تغيير الدايركشن بتاع البيم ده بكذا طريقه. ابسط طريقه خالص هي ان انا اعمل الكلام ده بطريقه ميكانيكال، بمعنى ان انا يبقى في عندي كريستال، والكريستال دي انا احركها عن طريق ستيبنج موتور،
بحيث ان انا اخد دايركشنز مختلفه. بيبقى عندي زي ما انا شايف هنا كده الكريستال بتبعت في يعني هنا مره، وتفضل بقى تاخد كذا بيم كده في دايركشنز مختلفه، بحيث ان انا اقدر اكون صوره تبقى فيها عدد كبير من الخطوط تديني بقى صوره كبيره او صوره فيها حاجات كتيره في جسم الانسان، يعني في اريا كبيره في جسم الانسان. عاده شكل البروب اللي بالشكل ده بيبقى عامل كده، بيبقى هو اصلا في الجزء ده بيبقى فيه فلويد عشان طبعا يعمل، يعني انتوا عارفين الالترا ساوند عامه لازم تنتقل في ميديوم، ما ينفعش انها تنتقل في فراغ، فلازم احط هنا لو حطيت هواء يبقى في عندي مشكله الحقيقه ان الانتقال يبقى فيه برضو ميس ماتش في الامبيدنس بين الهواء وبين الجسم، فانا عايز هنا يبقى فيه ووتر والسيرفيس دوت يبقى برضو فيه ماتشنج بينه وبين جسم الانسان، بحيث ان انا اقدر لما يطلع التراسونيك ويفز من داخل الترانسديوسر ده تنتقل من خلال الميه ومن خلال السيرفيس اللي هو كومباتيبل مع الجسم دوت، وتطلع يبقى في عندي افيشنت انرجي ترانسفير من البيم دوت للايه للجسم الانسان، عشان اقدر اخد صوره تكون شكلها قويه، يعني ما يبقاش فيها ضعف في الالتراسونيك بيم فيطلع لي الصوره الاكوز بتاعتها كلها ضعيفه. الطريقه اللي بقت موست كومنلي يوز دلوقتي هي ان انا اعمل الكلام بالطريقه الكترونيك. زي ما احنا كنا بنتكلم على الالتراسونيك ترانسديوسرز بيبقى في عندنا اراي اوف ترانسديوسرز، فاحنا ممكن نختار مجموعه من الاليمنتس اللي هنا دي وناخد بيها، يعني ناخد بيها مره خط هنا مره خط هنا وهكذا، بحيث ان احنا نعمل سكاننج للاريا اللي قصاد الترانسديوسر. عامه هنلاقي في عندنا نوعين من الاري ترانسديوسرز، في نوع بيبقى فلات كده بالشكل ده كده بنسميه لينير ترانسديوسر، وفي عندنا واحد برضو اري برضو كل حاجه بيبقى فيه المس برضو هنا على السيرفيس ده، بس بيبقى بنسميه كونفكس او كيرفي لينير. كونفكس او كيرفي لينير بيبقى عندي الكريستالز متركبه على حاجه زي يعني جزء كده او سيكتور من دائره يعني، فبالتالي لما باخد الصوره هنا بيطلع لي الصوره شكلها مستطيل كده بالشكل ده، لما باخد الصوره هنا بيبقى شكلها سيكتور زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. الحقيقه الاثنين فيري افكتيف وبيستعملوا هما الاثنين في تطبيقات كتيره، وطبعا الفلكسبيليتي بتاعه بناء الصوره فيهم والحصول على الصوره فيهم بتخلي الاستعمال بتاعهم اكتر شويه من الميكانيكال. ممكن اعتبر الميكانيكال ده التكنولوجي الاقدم شويه اللي بتستعمل قليلا دلوقتي لان هي مشاكلها كتيره شويه، اي حاجه فيها ميكانيكال موشن هنلاقي ان هي بعد شويه هتبتدي يبقى فيها مشاكل، بالاضافه ان طبعا الحاجات اللي هي بقى يونيك للالترا ساوند ان ممكن يتكون بابلز داخل الفلويد اللي موجود عندنا في الميكانيكال ترانسديوسر هنا، وعاده دي بتحصل، لما يحصل يبقى في بابلز هنا داخل الترانسديوسر بتبقى مشكله كبيره الحقيقه، ولازم البروب ده لازم يتفتح ولازم يعني يعاد تعبئه الفلويد دوت، هي بتبقى مشكله الحقيقه، ما تبقاش يعني وانس بقى في بابلز ما بيبقاش ممكن التصوير بيه بشكل يعني شكل سليم، فبالتالي بيبقى المشاكل الكتيره اللي هنا بتخلي دايما الناس تفضل انها تستعمل الكترونيك سكاننج. فالالكترونيك سكاننج بنستعمل فيه اري ترانسديوسر، الميكانيكال سكاننج بنستعمل فيه سنجل كريستال، والسنجل كريستال دي بنبتدي نحركها بطريقه ميكانيكال زي ما احنا شايفينها. لو احنا بقى بنتكلم على الالكترونيك سكاننج بطريقه يعني فيها تفاصيل اكتر شويه، في عندنا طريقتين نعمل الكترونيك سكاننج في الحقيقه. يعني الطريقه الاولانيه بنسميها يعني موجوده في حاجه تكنولوجي اسمها لينير اري. لينير اري بياخد مجموعه من الاليمنتس ويعمل بيهم سكاننج في كل مره، يعني مثلا هنا انا باخد مثلا اول اربعه اول اربعه هنا وبعمل بيهم بيم مثلا وبعمل سكاننج، يعني مثلا هنا انا هاخد مثال مثلا 32 اليمنت اري، وكل مره بعمل تصوير بصور ب8 من ال 32 دول، فبمشي اول خط باخده من 1 لغايه 8، وبعد كده تاني خط باخده من 2 لغايه 9 وهكذا، كل مره بشيفت بون اليمنت بحيث ان انا احصل من كل 8 من دول، ال 8 دول بسميهم ابرتشر، وكل ابرتشر من دول باخد منهم خط. الحقيقه ده طبعا يعني المعتاد ان يبقى عدد الاليمنتس اللي في كريستال مثلا 128، وعدد الاليمنتس اللي في الابرتشر اللي في كل خط بستعملهم عشان اعمل سكاننج 32 مثلا، ده يعني في حاجات اكتر كمان من كده، بس عامه هنا بس رسمتها بس 32 اليمنت ترانسديوس عشان بس يبقى شكل الموضوع واضح. فيعني هنا احنا بنعمل سكاننج بمجموعه من الاليمنتس، وزي ما احنا شايفين كده كل مجموعه بتعمل سكاننج للحاجه اللي تحتها، يعني هنا زي ما انتم شايفين كده انا بعمل سكاننج لحاجه وبعد كده بعمل سكاننج اللي جنبها وهكذا، كل واحده من دول بتبص على حاجه مختلفه.
فبالتالي احنا يعني المجموعه الاولانيه بتعمل خط، المجموعه الاخرانيه بتعمل خط تاني، وهما بيكونوا الصوره كلهم مع بعض. الطريقه اللي هي الاحدث الحقيقه والتكنولوجي بتاعتها اعلى، واللي الحقيقه اغلى كتير الحقيقه في السعر كمان، يعني عشان هي تكنولوجي فعلا اعقد شويه، بتستلزم هاردوير يكون يعني اسرع كتير قوي ومتقدم اكتر كتير قوي من النوع الاولاني، هي الفيز اري، التكنولوجي بتاعت الفيز اري. الفيز اري بيبقى عندي ترانسديوسر صغير بالشكل ده كده، والترانسديوسر ده بيبقى سنجل ابرتشر، يعني كل الاليمنتس اللي فيه بتبقى هي شغاله كلها مع بعض في نفس الوقت، وبعمل بيها بقى سكاننج في كل الاتجاهات. يعني هنا انا ممكن ان انا اعمل كنترول على الاليمنتس الموجوده هنا، بحيث ان انا اعمل ستيرنج، مش بس فوكسنج، مش انا هنا بعمل فوكسنج زي ما انتم شايفين كده، هنا انا بعمل ستيرنج، والستيرنج ده ممكن اخد بيه خطوط في جميع الاتجاهات. فبالتالي لو انا باكواير زي ما عملت اكوزيشن هنا 25 خط، انا هنا ال 25 خط بعمل لهم اكوزيشن، بس بعمل لهم اكوزيشن بكل الاليمنتس اللي موجوده عندي في الترانسديوسر. الحقيقه ده يعني بيسمح ان انا ممكن في احوال كتيره جدا احصل على فريم ريت، او احصل على عدد من الخطوط كبير جدا في اكوزيشن واحد، لان انا ممكن ان انا ابعت سنجل بالس تبقى يعني ممكن تبقى ما هياش فوكست، تبقى بتكسايت الفيلد كله، وبعد كده اعمل فوكسنج بقى واعمل ستيرنج واعمل الحاجات دي كلها للاكوز اللي جايه لي من الفيلد. فبالتالي بقدر احصل على فريم ريتس ممكن تكون عاليه جدا، يعني عكس اللينير اري. فالفيز اري بيتميز ان انا ممكن احصل بيه على تصوير يبقى يعني يتابع حاجات ممكن تبقى سريعه جدا في الوقت، يعني مثلا ممكن اتابع بيه مثلا القلب، مثلا حركه القلب او حركه الفالفز، او ممكن اعمل بيه يعني ايمجنج. عاده في الكارديولوجي بيبقى عاده الناس بتستعمل فيز اريز، مش بتستعمل لينير اريز. لينير اريز عاده بنستعملها في الحاجات اللي هي التقليديه زي الابدومينال ايمجنج مثلا، زي الاوبستريكس جاينكولوجي، الحاجات اللي بالشكل ده، يورينري ابلكيشنز، الحاجات اللي بالشكل ده كده. انما لما اجي اشتغل بعد كده على ايكو كارديوجرافي او اي حاجه لها علاقه بالقلب، عاده فيز اري بيبقى ماتش مور افكتيف. فالفرق بين اللينير اري والفيز اري ان احنا عندنا في اللينير اري بنكسايت يعني بيسكلي مجموعه من الالمنتس اللي موجوده في الاري، وبعد كده نكسايت مجموعه ثانيه وهكذا. في الفيز اري لا، احنا بنكسايت الاري كله كل مره، وبنعمل بقى بروسيسنج بشكل مختلف علشان نقدر نحصل من نفس الابشر دي على خطوط متجهه في اتجاهات مختلفه عشان نقدر نبني بيها الصوره. فطبعا التكنولوجي في الفيز اري اعلى، وبالتالي سعره بيبقى اغلى كتير، وبيبقى الهاردوير بتاعه بيبقى معقد اكتر بكتير، بس الحقيقه زي ما بقول الابلكيشنز اللي بتحتاجه بيبقى صعب جدا ان احنا نعملها باستعمال لينير اري. احد الافكار الاساسيه جدا في الالكترون سكاننج هي ازاي ان احنا نعمل بيم فورمينج. يعني ايه بيم فورمينج؟ يعني انا ازاي اعمل فوكسنج على نقطه في اتجاه معين، او ازاي ان انا اخلي البيم فوكس عند نقطه معينه. هي دي الحاجه الاساسيه اللي بنحتاجها في الالكترونيك بيم فورمينج. فالفكره الاساسيه ان احنا لو عندنا دي مثلا فوكال بوينت، الفكره الاساسيه لو احنا يعني بنستقبل ايكوز من النقطه ديت، الايكوز دي هيبقى في اختلاف بينها وبين بعض في التوقيت نتيجه لاختلاف الباس لينث، يعني طول المسافه من هنا لهنا اقصر بكتير من طول المسافه من هنا لغايه اخر اليمنت هنا. فبالتالي الايكو هيوصل من النقطه دي هنا، ومن النقطه اللي بعدها هنا، من الاري اليمنت الثاني هنا، وهكذا لغايه لما نوصل في الاخر، يبقى في ديلي اكتر بكتير في الاخر خالص زي ما احنا شايفين هنا كده. علشان نقدر نريستور الفول ايكو، يعني يبقى البيم بتاعنا يبقى فوكس عند النقطه دي، لازم كلهم يوصلوا في نفس الوقت. فعشان يوصلوا في نفس الوقت بنحط variable delays، يعني نحط delays هنا كده، بحيث ان احنا نعمل delaying للحاجه اللي هي جايه بدري، بحيث انها تبقى في الاخر in phase مع الحاجه اللي جايه متاخر. والديلايز دي بتعبر عن فرق الاطوال للمسافات اللي بين الاليمنتس وبعض بالنسبه لنقطه الفوكال بوينت. فبالتالي بعد ما بنحط الديلايز اللي هي الفوكسنج ديلايز، او يعني بنسميها بقى البيم فورمينج ديلايز، بيسكلي بيبقى في عندنا كل الايكوز اللي جايه كلها مع بعض بتبقى جايه كلها ان فيز، وبالتالي لما نجمعهم مع بعض يطلعوا لنا اوتبوت سيجنال تبقى قويه جدا، وبالتالي النقطه دي بتبقى ان فوكس. لو حصل ان احنا جمعناهم بالشكل ده كده، هيطلع لنا مجموعه من الايكوز، ايكوز تبقى اطول شويه بس كلها ضعيفه جدا، اضعف بكتير من التوتال لو انا جمعتهم كلهم هم ان فيز. التكنولوجي دي الحقيقه بنسميها ديلي اند سام بيم فورمينج،
ودي الحقيقه بتبقى الفكره فيها ان احنا بنميك شور ان الايكوز فروم فوكال بوينت ارايف all the echoes arrive at the same time، يعني كلها بتوصل في نفس الوقت. بنحط الديليز دي بيزد على ان انا عندي هنا فوكال بوينت في مكان معين، بحسب انا فروقات المسافات اللي موجوده عندي وبعوضها هنا في الديليز بحيث ان هم كلهم يوصلوا في نفس الوقت. طبعا احنا الفروقات بتاعت الديليز دي بتعتمد على سرعه الالترا ساوند في الجسم. عاده احنا بنأسيوم دايما سرعه الالترا ساوند في الجسم هي ثابت بيساوي 1540 متر بير سكند. ده الحقيقه يعني حاجه ما نقدرش نعمل فيها حاجه، يعني دي حاجه كل اجهزه الالترا ساوند بتعملها اسامبشن. بتبقى طبعا في فاريشنز في سرعات الالترا ساوند عند ديفرنت بيبل يعني وديفرنت بيشنتس او ديفرنت كونديشنز، بس ما نقدرش نعمل حاجه فيها لان احنا لازم ناسيوم ات. فعامه ممكن نلاقي عندنا بعض المشاكل اللي هتظهر نتيجه لحاجات زي كده. طبعا الشكل اللي احنا عاملينه هنا ده كده ده بيتعمل عن طريق انالوج سيركتس، يعني بيبقى في عندي ديليز بتبقى انالوج ديليز، بيبقى في عندي هنا انالوج ادر بيجمع لي السيجنال دي مع بعض، وبعد كده في الاخر بعد ما بحصل على السيجنال النهائيه دي بحولها بقى وادخلها جوه الكمبيوتر. دي التكنولوجي اللي هي القديمه اللي احنا بنسميها انالوج بيم فورمينج. التكنولوجي الحديثه دلوقتي هي الديجيتال بيم فورمينج اللي احنا فيها على طول بناخد السيجنالز بتاعتنا. اول لما بيجي لنا السيجنالز من الكريستلز مجرد بس بكبرها شويه واخدها على طول، يعني اخدها على طول على انالوج ديجيتال كونفرتر. بمعنى ان انا باخد كل اللي هي الشانلز بتاعت الاري وبحولها تبقى داخل الكمبيوتر، وداخل الكمبيوتر بقى انا ممكن اعمل موضوع يعني الديلي دي باشكال ابسط بكتيره طبعا، نتيجه ان انا عندي يعني الكمبيوتنج بيبقى يسمح لي ان انا اعمل الكلام ده بطريقه ابسط بكتير ومش محتاجه يكون في عندي اكسترنال هاردوير. فدي الحقيقه بتخلي الديليز اللي احنا بنحطها تبقى مور اكيوريت، لان احنا الديليز اللي هي موجوده في الانالوج بيم فورمر الحقيقه بتبقى لها قيم محدده، ما هياش قيم تقدر تاخد اي قيمه، وبالتالي بيبقى عندي الكنترول عليها ما بيبقاش اكيوريت، يعني معنى ممكن يبقى فيه اخطاء في الديليز ديت، وبالتالي الفوكسنج نفسه ما يبقاش اكيوريت. بعكس الديجيتال بيم فورمنج اللي انا اقدر في الديجيتال بروسيسنج اقدر احط الديليز بالاكيوريسي اللي انا عاوزها. وبالتالي احنا بنتكلم على التكنولوجي بتاعت الديجيتال بيم فورمنج، هي ان انا باخد السيجنال على طول كل السيجنالز اللي جايه من كل الشانلز وبعمل موضوع الديلي اند سام ده بعمله داخل الكمبيوتر. بيبقى عندي الديليز بيبقى ديجيتال ديليز تتعمل بقى باي تكنولوجي، ممكن تعمل يعني بطريقه الفايف وممكن تعمل بطرق اخرى، بس في الاخر بيبقى في عندي ديجيتال ديليز وعندي ديجيتال اديشن. في الاخر بيطلع لي الاوتبوت سيجنال بتبقى طبعا داخل الكمبيوتر بتبقى ديجيتال برضه. فاحنا الديجيتال بيم فورمينج هو بنتكلم على ان معظم الاجهزه الحاليه بتشتغل بالتكنولوجي بتاعت الديجيتال بيم فورمينج. يعني بنتكلم مثلا من 20 سنه مثلا ولا حاجه كان الانالوج بيم فورمينج هو اللي دوميننت، في الوقت الحالي ممكن اقول الديجيتال بيم فورمينج هو اللي دوميننت. وبنتكلم ان احنا طبعا كل ما كان عدد الشانلز اللي احنا بناخدها كل مره كل ما مثلا باكواير مثلا ب 16 يبقى احسن من اكواير ب 8. لو انا باكواير ب 16 اليمنت من الاري يبقى افضل من انا اكواير ب 8. نمبر اوف شانلز في الاري اللي انا بعمل بيه اكوزيشن او الابرتشر، يعني الابرشر لينث بتاعي يعني اللي هو عدد الالمس في الابرشر ده بيحدد لي الكواليتي بتاعت الصوره. لان انا يعني لو بتخيل كده ان انا بحاول اعمل حاجه شبيهه بالفوكسنج اللي موجود عندنا باستعمال اللينس، انا عايز اخد عدد كبير من الالمس عشان اقدر اعمل فيري اكيوريت يعني سيميوليشن لشكل اللينس عامل ازاي. فبالتالي كل ما عدد الشانلز في الاكوزيشن كان اعلى كل ما كان الجهاز ده الكواليتي بتاعته اعلى. طبعا احنا بنتكلم حاليا ان الافريج الترا ساوند سيستم بقى فيها 32 شانل، في حاجات اللو اند بتبقى 16، حاجات الاعلى شويه ممكن تبقى 48 او 64. الفريكوانسي اللي بنبعت بيها الالترا ساوند دي برضو بتحدد حاجات كتيره جدا بالنسبه للصوره. في الوقت الحالي يعني بيبقى في عندنا اريز تسمح ان احنا نقدر نعمل اكوزيشن لمالتيبل فريكوانسيز بنفس الترانسديوسر. يعني احنا اول حاجه نحب نعرف الايفكت بتاع الترانسديوسر ايه على الصوره. فبدايه كل ما الاتينيويشن كل ما الفريكوانسي زادت كل ما الاتينيويشن زاد. الاتينيويشن معناه ايه؟ معناه ان انا لما بدخل جوه التيشوز في الالتراسونيك ويف اللي انا ببعتها دي بيتم امتصاصها بواسطه التيشوز الموجوده. فالافريج التراساوند اتينيويشن داخل الجسم، او مش الافريج، بتكلم على الحاجات اللي مثلا ممكن تبقى موجوده في الليفر مثلا، بنتكلم على ان هي 0.5 ديسيبل بير سنتيمتر بير ميجا هرتز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو بتكلم ان انا دلوقتي بعمل اكوزيشن ب
مثلا 5 ميجا هرتز وبمشي 1 سنتي، يبقى معنى كده انا الاتنويشن بتاعي هيبقى 0.5 تايمز 5. لما بتكلم على مثلا ان انا باكواير من 20 سنتي، يبقى معنى كده 0.5 تايمز 20 تايمز 5. لما بتكلم على حاجه زي كده بيبقى طبعا الاتنويشن بيبقى عالي جدا. لما بتكلم مثلا 0.5 في 20 دي كده 10، في 5 يبقى 50، يبقى معنى كده 50 ديسيبل ريدكشن. 50 ديسيبل دي حاجه ضخمه جدا، عشان يبقى عندك فكره احنا بنتكلم على في ديسيبل سكيل 20 معناها 10 10 اكس، بنتكلم على 40 ديسيبل معناها 100 اكس، يعني السيجنال قلت بمقدار 1 على 100. 60 ديسيبل بنتكلم على 1 على 1000. فاحنا بنتكلم على ان السيجنالز نفسها الاتنويشن بتاعها، يعني احنا بنتكلم طبعا ان هي، طبعا احنا بنتكلم على ان السيجنال اللي هي الالترا ساوند بالس اللي جايه دي على بال ما بتوصل 20 سنتي بتكون قلت 50 ديسيبل. لما بتكلم بقى انها تروح وترجع يبقى بتكلم على 100 ديسيبل. يبقى بالتالي يعني 100 ديسيبل دي حاجه ضخمه جدا، بنتكلم على يعني رقم كبير الحقيقه، رقم كبير. معنى بنتكلم على حاجه في حدود مثلا 10 اس 5، 10 اس 5 يعني بنتكلم على 100000. يعني لو عندنا مثلا اول ايكو راجع لي كان مثلا 0.1 فولتس مثلا، يبقى معنى كده اخر ايكو هيرجع هيبقى بنتكلم على حاجه في حدود مثلا 100 ملي فولت، يعني 10 ملي فولت اكشوالي. 10 ملي فولت هيبقى بوينت 10، معلش سوري، 100 مايكرو فولت. اوكي، 100 مايكرو فولت دي هتبقى صغيره جدا جدا، وبالتالي ممكن تبقى في الرينج بتاع النويز، وبالتالي في اخر الصوره ممكن نلاقي ان احنا مش شايفين حاجه براكتيكالي يعني. فالاتنويشن الحقيقه بتقول لنا ان احنا كل ما علينا بالفريكونسي كل ما الاتنويشن زاد بالايكويجن دي بطريقه لينير. اوكي، ودي حاجه الحقيقه مش كويسه، يعني معنى كده ده افكت نيجاتيف ان احنا نعلي الفريكونسي. طب احنا بنعلي الفريكونسي ليه؟ ما انا طالما يعني بتبقى فيها مشكله في الاتنويشن ليه بنعلي الفريكونسي؟ عشان في ميزه مهمه جدا ان الايمج ريزولوشن بروبورشنال ويف لينث، والويف لينث بيسكلي هو واحد على، او يعني بيبقى عباره عن السي على اف، يعني اللي هو الفيلوسيتي بتاعت الالترا ساوند على الفريكونسي، يعني بيتناسب عكسيا مع الفريكونسي. يعني بيسكلي كل ما انا يعني كل ما انا صغرت وعايز اصغر الويف لينث يبقى عايز اعلي الفريكونسي علشان تديني ريزولوشن احسن. يعني معنى كده الفريكونسي لما بتعلى الاتنويشن بيعلى ودي حاجه مش كويسه، بس الايمج ريزولوشن بتعلى ودي حاجه كويسه. فبالتالي عندنا تريد اوف. طبعا الطبيب بيحاول يختار الفريكونسي المناسبه علشان يقدر يشوف الحاجه اللي هو محتاج يشوفها داخل الجسم. الحقيقه بقى عندنا دلوقتي في مالتي فريكونسي بروبس. المالتي فريكونسي بروبس بيبقى الباند ويث بتاعها واسع جدا. عاده الحاجات اللي بقت موجوده دلوقتي، التكنولوجي اللي بقت موجوده دلوقتي بتاعت ترانسديوسرز، هتلاقي في ترانسديوسرز يقول لك عليها ان هي 100% باند ويث. 100% باند ويث يعني معناها ايه؟ معناها ان انا لو عندي السنتر فريكونسي هنا 10 ميجا، يبقى معنى كده هتبقى 10 ميجا بلس ماينس 5 ميجا، يعني الباند ويث بتاعها 10 ميجا نفسه. اوكي، فبالتالي اقدر ان انا اكواير بال 10 ميجا واكواير ب 12 ميجا او ب 11 ميجا واكواير ب 9 ميجا، ما يبقاش مشكله طالما هم داخل الباند ويث بتاع الترانسديوسر. فكده بيبقى ممكن بنفس الترانسديوسر يبقى في جهاز الالترا ساوند يبقى فيه سيتنج يقول لي انا عايز اختار الفريكونسي اللي هستعملها على الترانسديوسر دي هتبقى كام، وبالتالي نقدر نحصل على صور مختلفة. يعني على سبيل المثال هنا مثلا لما استعملنا مرة 10 مرة 11 مرة 9 زي ما احنا شايفين كده، هنلاقي ان احنا عندنا بالنسبة لل 10 شكلها كده. لو رحنا لل 8 هنلاحظ ان احنا دلوقتي الاجزاء اللي تحت دي شايفينها احسن، الاتنيويشن بقت اقل. لل 8 الاتنيويشن بتاعتها اقل من ال 10، فشايفين الجزء ده بوضوح. بس اكشوالي الريزولوشن هنا احسن من الريزولوشن هنا. الصورة هنا، دقة الصورة هنا احسن من دقة الصورة هنا. وممكن نلاحظها مثلا في الحاجات اللي هي دقيقه اللي موجوده عندنا هنا، الخطوط نفسها نلاقي ان الخط هنا شكله بيبقى فيري نارو، هنا تلاقي خط بيبقى ثيكر. لو رحنا لل 12 ميجا، لا ده هنا بقى ريزولوشن احسن واحسن كمان. يعني مثلا ممكن نبص على الجزء ده كده نلاقي ان الخط ده ارفع بكتير من الخط اللي موجود هنا. بس المشكله هنا ان يعني على قد ما الريزولوشن هنا افضل، على قد ما بقى فيه اتنيويشن اكتر بكتير قوي. فهنا احنا عملنا تريد اوف، هنا الريزولوشن احسن ما يمكن بس الاتنويشن وحش، هنا الاتنويشن احسن ما يمكن بس الريزولوشن ما هياش كويس. الطبيب بقى بيتعود على ان هو في الابلكيشن الفلاني يبقى بيستعمل الفريكونسي الفلانيه عشان هو غرضه ان هو يشوف حاجه معينه يعني في مكان معين باحسن طريقه ممكن. فدي واحده من الحاجات اللي الطبيب بيتحكم فيها علشان يقدر يغير الكواليتي بتاعت الصوره للحاجه اللي تناسب الابلكيشن اللي بيعمله.
احد السيتنجز المهمه جدا عندنا في الالترا ساوند ايمجنج سيستمز هي الجين او البرايتنس. هي بيسكلي الجين عباره عن حاجه زي اللي احنا بنشوفها في البرايتنس كنترول بتاع اي مونيتور موجود عندنا او اي موبايل. يعني كل ما عليت البرايتنس الصوره كلها في جميع الاجزاء بتاعتها بتعلى الانتنس بتاعتها بنفس المقدار. فبالتالي بنتكلم على ان احنا الاكوز اللي جايه بتاعت الالترا ساوند بتزيد بنفس المقدار في جميع الاجزاء بتاعتها، ما بقولش مثلا ان في جزء بيزيد بشكل وجزء بيزيد بشكل، يعني كلهم بيزيدوا بنفس المقدار. طبعا مهم جدا الادجستمنت بتاعت الجين علشان ده بيحدد لي اذا كان الصوره معروضه بالشكل السليم ولا لا. لو انا حطيت تو ليتل جين، يعني الجين يعني كان اقل من اللازم، بيبقى الصوره بتبقى تو دارك. لو كان الجين كان زياده بيبقى الصوره بتبقى تو برايت، والحالتين ما بيبقوش كويسين. على سبيل المثال لو بصينا هنا مثلا البروبر جين، البروبر جين المفروض الصوره تبقى ظاهره في جميع الاجزاء بتاعتها بشكل واضح، بحيث الطبيب يقدر يشوف الاجزاء بتاعتها بشكل يسمح له ان هو ما يخطئش مثلا في جزء مثلا من هو ما يشوفوش مثلا، ويعرف يعني يبقى مش عارف ايه اللي موجود فيه. لو احنا حطينا تو ليتل جين، نفس الصوره هي حطينا تو ليتل جين، هيبقى مش شايفين حاجه زي ما احنا شايفين هنا، في حاجات شكلها قليله جدا باينه، بس الحقيقه صعبه جدا ان احنا نميز حاجه فيها. لو حطينا تو ماتش جين هيبقى الصوره البرايتنس بتاعتها عاليه جدا، برضو ما هياش يوسفول. احنا عايزين نشوف الحاجه بشكل واضح، نشوف الحاجات اللي هي اللي موجوده. يعني في حاجات بيبقى لونها المفروض تكون غامق، وفي حاجات المفروض تكون موجوده بلون فاتح. يعني لو علينا كله الحقيقه هنلاقي ان بعض الحاجات يعني هتبقى يعني فاتحه بشكل زياده، والكونتراست اللي كان موجود هنا الحقيقه ما بقاش موجود هنا بنفس المقدار. فهنا برضو دي واحده من الكنترولز اللي الطبيب بيتحكم فيها علشان يقدر يشوف الصوره بالشكل السليم ويقدر يشخص منها بشكل فيري افكتيف. في نوع تاني بقى من الجين، بس ده نوع بيعتمد على الدبث. زي ما احنا كنا بنتكلم، احنا عندنا الاتينيويشن موجود جوه الجسم بيتغير مع الدبث. يعني كل ما دخلنا لدبث اكتر كل ما حصل امتصاص اكتر للاكوز اللي بتاعه الالترا ساوند. يعني انا على بال ما ببعت الالترا ساوند ويوصل ل 10 سم بيكون اقل منه مثلا زي ما احنا كنا بنتكلم مثلا مقدار من الانتنسي بتاعته. فمعنى كده ان انا لو عندي ريفلكتور موجود على بعد 1 سم وواحد زيه بالظبط على بعد 10 سم، الايكو اللي جاي لي بعد 10 سم هيبقى اقل بكتير. يعني مثلا هنا زي ما احنا شايفين كده، لو انا مثلا عندي ايكو معين مثلا هتلاقي ان الايكو اللي جاي لي مثلا هتلاقي ان هو يعني في اخر نقطه هنا هتلاقي هو اقل بكتير جدا من اول واحد، رغم ان ممكن يكون الاثنين نفس الشكل بالظبط. فاحنا محتاجين نحط هنا حاجه زي فاريبل جين امبليفاير، والفاريبل جين امبليفاير ده الجين بتاعه بيعتمد على التايم او بيعتمد على الدبث. طبعا احنا عندنا علاقه مباشره بين التايم والدبث هي السرعه، واحنا اتفقنا ان السرعه بتاعت الالترا ساوند بنفترض انها ثابته. فمعنى كده ان احنا لما بنقول ان احنا بيبقى في عندنا يعني تايم جين كومبنسيشن، يعني بنتكلم ان احنا بيبقى لما جين بيزيد مع الوقت بالشكل ده كده يبقى هو افكتفلي بيزيد برضه مع المسافه. فمعنى كده الايكوز اللي هنا اللي الدبث بتاعها كبير اللي جت بعد وقت اطول هتاخد جين اعلى بكتير من الايكوز اللي جت في الاول خالص. لما بعمل بروبر كومبنسيشن للجين بالشكل ده كده بيحصل تعادل في كل الايكوز اللي جايه من كل الدبث. دي الحقيقه بنعملها عن طريق عندنا حاجه زي ما احنا شايفين هنا كده، بيبقى في عندنا حاجه اسمها تايم جين كومبنسيشن سلايدرز، بيبقى كل واحد من دول بيبقى سلايدر نقدر نحركه يمين وشمال زي ما احنا عاوزين، بيتحكم في دبث معين. يعني اكني الدبث اللي قدامي على الشاشه خليت ان انا يعني الجزء الاولاني فيه بيبقى اول سلايدر، الجزء الثاني ثاني سلايدر، وهكذا بشوف انا الحاجه او الطبيب بيسكلي بيشتغل بالكنترولز ديت عشان يخلي الانتنسيتي في الصوره في جميع الاجزاء بتاعتها متساويه. ودي حاجه الحقيقه مهمه جدا، ودي حاجه من فعلا من صميم الحاجات اللي بيعملها الطبيب، ومن الحاجات اللي فعلا بيحتاجها بشكل كبير عشان يقدر يطلع صوره تبقى يعني متصوره بكواليتي عاليه. هنا طبعا لو احنا شفنا على سبيل المثال صورتين، الصوره متاخده يعني الجين كله ثابت، يعني خليت كل السلايدرز دي ثابته بالشكل ده كده، فبلاقي ان الاكوز اللي في الاخر هنا كده مش ظاهره. لو انا اخذت نفس الصوره هي بروبر كومبنسيشن، هنا الجين كان اقل وهنا الجين كان اكبر في الدبث الكبير، بلاقي ان الاجزاء اللي كانت تحت هنا اللي ما كانتش باينه ابتدت تبقى ظاهره بنفس الشكل اللي ظاهره بيه الاكوز الموجوده في اجزاء اخرى. يعني هنا كان في artificially inflated echoes، يعني basically هي جايه نتيجه ان الدبث بتاعها قليل هي طالعه عاليه. هنا بقت يعني بنفس الليفل المظبوط اللي المفروض تكون عليه.
بقى كل النقط اللي موجوده في الصوره بقى لها نفس الريفرنس، او بقت هي بيسكلي بتعبر لي عن الحاجات اللي موجوده جوه الجسم، مش بس الدبث وخلاص، مش بس اذا كان الدبث كبير يبقى تبقى اقل والدبث قليل تبقى اعلى. فهو بيسكلي دي واحده من الحاجات المهمه جدا اللي بيستعملها الطبيب عشان يقدر يحصل على صور تكون الكواليتي بتاعتها عاليه. واحدة من الحاجات برضو اللي لها أهمية كبيرة إن احنا نفكر فيها حاجة اسمها دايناميك رينج، ودي برضو واحدة من السيتنجز الموجودة عندنا داخل أو موجودة عندنا في اليوزر انترفيس الموجود عندنا في جهاز الموجات فوق الصوتية. الفكرة كالتالي، احنا كنا بنتكلم على إن الإيكوز بترجع لنا نتيجة المس ماتش في الأكوستيك امبيدنس. يعني كل ما يكون في عندي انترفيس بين تو ديفرنت ديشو تايبس بيطلع لي إيكو. فاحنا اتفقنا إن في عندنا في انواع كتيره من التيشوز وفي انواع كتيره يعني من انترفيس النتيجه لكده. فلو في عندنا فرضا سوفت تيشو اير بيبقى عندنا الايكو بيبقى عالي جدا. لو في عندي ليفر فات بنتكلم على حاجه بيتكلم على 100 ملي فولت. لو بتكلم على مثلا ليفر ماسل او بلاد برين مثلا بنتكلم على 10 ملي فولت. لو بتكلم على الليفر يعني داخل الليفر بنتكلم على حاجات بين ال 1 ملي فولت وال 100 مايكرو فولت. لو ابتدينا نبص بقى على السكاترنج، سكاترنج ده على فكره يعني الليفر بيبقى داخله خلايا الكبد، خلايا الكبد بتبقى موجوده في اكستريور فلويد، فالسكاترنج عموما بيبقى حاجه زي ريفلكشن او بيجي لي منه برضو ايكوز، بس الايكوز بتاعته مختلفه شويه نتيجه لان هي بتبقى جميع الاتجاهات وبتبقى يعني شرطها الحقيقه الحاجه اللي بتفرق بين الانترفيسز اللي هي بتعمل لي ريفلكشن واللي بتعمل لي سكاترنج، ان السكاترنج عاده بيجي من structures حجمها اقل بكتير جدا من الويف لينث بتاع الالترا ساوند. فاحنا بنتكلم على الخلايا بيبقى طبعا حجمها صغير جدا او الدايمنشن بتاعتها صغيره جدا ريلاتيف للويف لينث بتاع الالترا ساوند، وبالتالي بتعمل لي سكاترنج. فالسكاترنج عاده بيبقى فيري لو في الانتنسيتي. في البلاد فيسلز مثلا عندنا في الريد بلاد سيلز، هي معظم الخلايا بتبقى اللي موجوده هي الريد بلاد سيلز. الريد بلاد سيلز صغيره جدا وبالتالي برضه بتبقى اصغر بكتير جدا حتى من الـ يعني من الليفر سيلز، فبالتالي الايكوز بتاعتها بتبقى اصغر واصغر كمان، يعني ممكن ان احنا ننزل الايكوز بتاعتنا تبقى 10 مايكرو فولت. لو احنا شفنا الرينج ده كده بالديسيبل سكيل بنتكلم على ان احنا عندنا يعني بنتكلم على عشان نشوف الحاجات اللي داخل البلاد فيسل محتاجين 100 ديسيبل، يعني محتاجين دايناميك رينج بتاعنا يبقى 100 ديسيبل. يعني في الايكوز بتاعنا في رينج واسع جدا من الفاريشنز في الماجنتيود بتاعت السيجنال اللي موجوده فيه. فالمشكله في حاجه زي كده في ايه؟ المشكله لما بنيجي نعرضها على الشاشه بيبقى في مشكله ان الشاشه اللي احنا بنعرض عليها عاده بتبقى يعني الدايناميك رينج بتاعها محدود، يعني بنتكلم على دايناميك رينج مثلا بتاع الشاشات بتاعت الكمبيوتر بنتكلم ان هي تقدر تعرض 255 256 جراي ليفل. 256 جراي ليفل يبقى معنى كده بنتكلم على يعني بنتكلم على يعني حوالي 48 ديسيبلز. ف 48 ديسيبلز دي بنتكلم على ان هي اقل بكتير جدا من 100 ديسيبل. لو حاولنا نعرض ال 100 ديسيبل دي عليها هيبقى في لوس جامد جدا ومش هنقدر نشوف الحاجه اللي احنا عايزين نشوفها. فالمشكله كالتالي، او يعني عايزين دلوقتي ناخد الايكوز اللي الرينج بتاعها واسع جدا دي ونعمل لها حاجه بنسميها دايناميك رينج كومبريشن. دايناميك رينج كومبريشن ده الحقيقه يسمح لي ان انا اعمل حاجه يعني احط حاجه زي يعني حاجه بنسميها لوجاريتميك امبليفاير، عشان اللوجاريتم بطبيعته هو بيعمل الكلام ده. اللوجاريتم لو احنا شفنا اللوجاريتم مثلا بتاع اي ارقام هنلاقي ان المسافه بين 1 و10 هي نفسها بين 10 و100 هي نفسها من 100 و1000. فبيسكلي هو بيكمبرس الرينج بتاع الايكوز العاليه وبيخلي الايكوز اللي اقل تبقى الرينج بتاعها بيوسع شويه. يعني لو احنا شفنا الايكوز بتاعتنا هنا كده هنلاقي ان هي بتكمبرس الجزء اللي فوق وبتكبر الجزء اللي تحت، فبالتالي بتظهر الايكوز اللي هي ضعيفه اللي موجوده عندنا داخل الايه داخل التيشو، زي مثلا الحاجات اللي داخل الليفر. فعلى سبيل المثال لو احنا عرضنا الصوره بتاعتنا على 40 ديسيبل، لو خدنا الدايناميك رينج بتاعنا 40 ديسيبل، 40 ديسيبل معناها ان احنا واقفين عند الجزء ده كده. اي حاجه اقل من كده هتظهر بلون اسود وهو ده الرينج بس اللي هيتعرض. فبالتالي هتلاقي اجزاء كتيره جدا مثلا زي ما احنا شايفين مثلا في الكورتكس الموجود عندنا هنا في الكيدني مثلا، دي الكيدني وده الليفر، هتلاقي من الجزء ده في حاجات كتيره هي موجوده مش شايفينها خالص عشان الدايناميك رينج بتاعنا محدود.
لو احنا خليناه 80 ديسيبل وعملنا له دايناميك رينج كومبريشن بالشكل ده كده قبل ما نعرضه، يظهر لنا الصوره بالشكل الافضل كتير بالشكل ده كده. اول حاجه الليبر سيلز الموجوده هنا ظهرت بشكل افضل، والاجزاء اللي هي يعني زي الاجزاء اللي موجوده عندي هنا دي كده بدل ما تظهر بلون اسود هتظهر لي بلون يبقى مختلف شويه، تظهر لي الاستراكشرز الموجوده جواها مش عامل لها ميسنج، يعني مش هيبقى في عندي حاجات تبقى لونها اسود ويبقى فيها تفاصيل انا ما قدرتش ان انا اشوفها في التصوير. فالديناميك رينج برضو واحد من الحاجات اللي موجود بالنسبه للطبيب هو بيحدده، يعني هو ممكن يبقى في عنده كنترول على الديناميك رينج عشان يشوف هو عايز يشوف ايه بالظبط في الصوره. فلما يكون عاوز يبص على حاجه زي الليفر او عايز يبص على حاجه في الدم او وات ايفر، او عايز يعني يعمل دوبلر او حاجه زي كده عشان الدوبلر بيعتمد على البلاد فيسلز، بيبص على الار بي سيز الموجوده في البلاد فيسلز، بيحتاج دايناميك رينج حقيقي عالي جدا. طبعا دايناميك رينج ممكن امثله بالكونتراست، يعني كل ما الدايناميك رينج عالي كل ما انا خليت الكونتراست بتاعي يعني يبقى مور مودريت. يعني انا هنا في لما بقلل دايناميك رينج الحقيقه بعمل يعني بخلي الاسود او بخلي نقط كتيره جدا تبقى لونها اسود ونقط كتيره جدا تبقى لونها ابيض. لو قللت بقى الديناميك رينج زياده هيبقى في الاخر صوره باينري يعني ابيض واسود بس. كل ما انا عليت الديناميك رينج بقى عندي بقى السكيل من ابيض لاسود، بقى في تدريجات كتيره الحقيقه بحيث ان انا اقدر اشوف تفاصيل صغيره واقدر اشوف تدريجات او اشوف تغيرات صغيره في الانتنسيتي ما اقدرش اشوفها لو كان الديناميك رينج ما هوش كبير. الدوبلر الترا ساوند واحده من الحاجات المهمه جدا اللي هي بنستعملها ان احنا نبص بيها على البلاد فلو. الفكره الاساسيه بتاعتها هي مبنيه على الدوبلر افكت، ان احنا لما بنبعت يعني ويف يعني سواء كانت الترا ساوند سواء كانت لايت سواء كان وات ايفر اي ويف عموما وتجت ريفلكتد من اوبجكت، لو كان في ريلاتيف موشن بتوين الحاجه اللي بتبعت والحاجه اللي بتستقبل او الحاجه اللي بتعمل ريفلكشن بيحصل تغير في الفريكوانسي اللي راجعه. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي عندي سورس ثابت وعندي هنا عندي هنا سورس وعندي هنا حاجه بتعمل ريفلكشن، الاثنين ثابتين فبالتالي الحاجه اللي هتروح هي نفسها الحاجه اللي هترجع. يعني هبعت فريكوانسي اف ترانسميتد هيرجي لي الفريكوانسي اف ريسيفد هي نفسها الفريكوانسي اف ترانسميتد. لو حصل حركه لو في حركه لو فرضا السورس بيتحرك او الاوبجكت نفسه ده بيتحرك، هو الاثنين زي ريلاتيف لبعض، هي ريلاتيف موشن معناها واحد فيهم يتحرك. هنا لو احنا قلنا السورس هيتحرك فلو هو بيتحرك في اتجاه الاوبجكت يبقى الفريكوانسي اللي ريسيفد هتبقى اعلى من الفريكوانسي ترانسميتد. لو هو بيتحرك اواي فروم الاوبجكت يبقى معنى كده بيبقى الفريكوانسي ريسيفد اقل من الفريكوانسي ترانسميتد. في علاقه واضحه تقول لنا الفرق بين الريسيفد والترانسميتد حاجه بالشكل ده كده بتساوي توايس، اللي هو الفرق ده بيساوي توايس الفريكوانسي ترانسميتد في الفيلوسيتي، لو دي بتتحرك بفيلوسيتي معينه هي الفيلوسيتي بتاعت الحركه ديت. في كوزاين ثيتا اللي هي الانجل بتوين الاثنين، يعني انا ببعت الحركه دي نفسها هل هي في اتجاه الويف ولا في اتجاه عمودي عليها؟ لو كانت في اتجاه الويف نفسها يبقى الكوزاين ثيتا بتساوي واحد، لو عمودي عليها يبقى مش هيحصل تاثير. والسي طبعا هي سرعه الالترا ساوند، فبالتالي لما تتغير الفيلوسيتي هنا هيحصل لي شيفت سواء كان اب شيفت او داون شيفت، وبعرف انا من الاب شيفت او داون شيفت اذا كنت بتحرك في اتجاه الاوبجكت او بتحرك في عكس اتجاه الاوبجكت. طبعا احنا بالنسبه لنا الكلام ده بيحصل في تصوير من مجال فوق الصوتيه عن طريق ان احنا بنبص في البلاد فيسلز على الريد بلاد سيلز. فبيسكلي الحاجه اللي احنا بنبعتها من الترانسديوسر بتيجي بعد كده بتجيت ريفلكتد من الريد بلاد سيلز. حسب بقى الريد بلاد سيلز دي بتتحرك في انهي اتجاه بيجي لي بعد كده تاثير على ريفلكتد فريكوانسي، وبالتالي بقدر ديتكت من الريفلكتد فريكوانسي سرعه الار بي سيز دي بتساوي كام، اللي هي الريد بلاد سيلز دي سرعتها كام. طبعا سرعتها احنا بنتكلم على سرعه الريد بلاد سيلز هي نفسها سرعه الفلو بتاعت الدم، لان هو الار بي سيز مش بتتحرك لوحديها، هي بتتحرك مع داخل الفلو بتاع الدم. فبالتالي لو احنا عرفنا الكلام ده نقدر نعرف سرعه الفلو بتساوي كام. في عندنا تو تكنولوجيز حقيقه موجودين علشان نقدر نتكت بيهم الدوبلر. الاولانيه بنسميها كونتينوس ويف دوبلر، فالفكره فيها ان احنا بيبقى في عندنا ترانسميشن ترانسديوسر وفي عندنا ريسبشن ترانسديوسر ومعمولين بانجل بحيث ان هما الاثنين يعني يبقى في عندهم اوفرلاب في ريجن محدده، وهي دي الريجن اللي هي بنسميها السنسيف ريجن، هي دي اللي بقدر اقيس منها. فلما ببعت بده وبستقبل بده لو في عندي حاجه يعني او حاجه ببعت طول الوقت وبستقبل طول الوقت،
لو في اختلاف في الفريكوانسي بين الاثنين بقدر ان انا يعني اتعرف عليه من خلال البروسيسور دوت، واقدر اعرضه بحيث ان انا اقدر اشوفه في ديسبلاي، او اشوفه في اسمع الفريكوانسي بتاعته او وات ايفر. مثال على كده الحقيقه الفيتال دوبلر. الفيتال دوبلر بيبقى هو عباره عن جهاز كونتينوس ويف دوبلر، بيبقى له التراسونيك بروب بالشكل ده كده، بيبقى مكون من تو كريستالز بالشكل ده، بيتحط على بطن الام، وبعد كده بسمع من خلاله، بيبقى في عندي هنا سماعه بسمع منها صوت الفريكوانسي شيفت دوت اللي انا اللي بين الترانسميشن والريسبشن. الكلام ده بيديني اكشوالي انديكيشن لحركه القلب بتاع الجنين، لان هو بيصور الفلو في قلب الجنين. فبالتالي الطبيب ممكن باستعمال الجهاز دوت ممكن اول حاجه يعني يتاكد ان الجنين يعني بخير، ويسمع الصوت بتاع البلاد فلو، ويقدر كمان يتعرف على الهارت ريت مثلا بتاعه بيساوي كام. فالحقيقه هو مفيد جدا الحقيقه. العيب بتاع جهاز الكونتينوس ويف دوبلر او الهاردوير بتاع الكونتينوس ويف دوبلر ان هو ما بيديليش رينج انفورميشن. رينج معناها الدبث، انا مش عارف هو فين، يعني ممكن هنا جوه السنسيتيف ريجن ممكن يبقى عندي الاوبجكت هنا 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 هنا، يعني ما بقاش عارف فين هنا بالظبط. انا دلوقتي بيجي لي سيجنال بسمعها مثلا، بس مش عارف هي جايه منين بالظبط. بس الحقيقه الميزه الاساسيه بتاعته ان ما فيش عنده اي ليميتيشنز في الاكيورسي، سواء كان بالنسبه ما عندوش اي ليميتيشن على الماكسيمم فيلوسيتي اللي يقدر يقيسها، ولا الاكيورسي بتاعت الفيلوسيتي اللي انا بقيسها بتساوي كام. فالحقيقه هو في ميزه وفي عيب، وطبعا الابلكيشن الاساسي بتاعه في الفيتال دوبلر الحقيقه بيبقى مفيد للغايه. والحقيقه اجهزه الفيتال دوبلر ما هياش غاليه، حتى ممكن تبقى سعرها يبقى محدود جدا، اقل بكتير من الاجهزه بتاعت التصوير يعني. فالحقيقه ده جهاز مفيد جدا ومستعمل الحقيقه بكثره يعني. في الاجهزه بقى اللي هي الكبيره بتاعت الالترا ساوند، اجهزه التصوير بالموجات فوق الصوتيه، بيبقى في عندنا حاجه اسمها بالس ويف دوبلر. البالس ويف دوبلر ده بيبقى بيسكلي ببعت بترانسديوسر الترا سونيك ويف، وبختار منطقه معينه. انا هنا بدي اليوزر انترفيس كده بالشكل ده، اسمح له ان هو يحدد منطقه معينه، هي دي المنطقه اللي انترستد يشوف ايه اللي بيحصل فيها. فالمنطقه دي انا باخدها وبرسم هنا كده، يعني باخد منها سيجنال اولا وبروسس السيجنال دي، واطلع كيرف كده عباره عن في الفيرتيكال اكسس هنا عندي السرعه بتساوي كام، وعلى الهوريزونتال اكسس ده بيبقى التايم اكسس. وده بيبقى اكشوالي بيبقى ماشي كده زي الاي سي جي كده، بيبقى ماشي بشكل يعني بتبقى ريل تايم، ببقى شايف انا الكيرف ده ريل تايم. فهنا اكشوالي انا بشوف مثلا البلسيشنز بتاعت الدم، يعني هنا مثلا بيحصل مثلا سيستولي مثلا، يحصل انقباض للقلب مثلا، بشوف ان السرعات بتزيد وبعد كده بتقل، تبقى في الدايستولي في المنطقه دي. فانا بشوف الشكل بتاع الويف دي بيبقى مهم بالنسبه لي علشان اشوف الفلو ده ماشي كويس ولا مش ماشي كويس. ولو في اي مشاكل بتحصل داخل الوعاء الدموي بتظهر لي بشكل واضح جدا 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 في الكيرفات اللي زي كده، في اللي هي دي بسميها السبكتروجرام. فالحقيقه دي مفيده جدا. بس الحقيقه التكنولوجي دي الحقيقه رغم ان هي انا محدد بالظبط انا واخد منين، وشايف الكلام ده على البي مود ايمج، عارف انا واخد منين بالظبط، بس اكشوالي قصاد الميزه دي بيبقى في عندي عيب، ان انا في عندي ليميتيشن على الماكسيمم فيلوسيتي، والاكيورسي برضه ما بتبقاش بنفس الاكيورسي اللي هي بتاعت الكونتينوس ويف دوبلر. فهي فيها ليميتيشنز بس فيها برضه ميزه ان احنا بناخد من مكان معين احنا عاوزينه. الكالر دوبلر الحقيقه ده يعتبر تكنولوجي ادفانس اكتر شويه. بدل ما بطلع سبيكترم لكل السرعات اللي موجود عندي في منطقه معينه، لا انا بقول ان انا هاخد صوره لمكان معين، والصوره دي الطبيب فيها بيحدد مربع او متوازي، يعني وات ايفر بقى شكله، عايز متوازي اضلاع ولا وات ايفر، وداخل المنطقه ديت بيحسب او بيطلع صوره كل نقطه فيها بتعبر عن الافريج فيلوسيتي بتساوي كام او المين فيلوسيتي بتساوي كام. يعني هنا مثلا النقطه دي هو يعني راسم النقطه دي بقيمه المين فيلوسيتي بتاعتها بتساوي كام، فبيظهر لي شكل بالمنظر ده كده بيعبر لي عن الفلو اللي موجود عندي هنا شكله عامل ازاي. طبعا هنا احنا عندنا اتفقنا بيبقى في عندنا في الدوبلر في عندنا حاجات اب شيفتد وحاجات داون شيفتد حسب الاتجاه بتاع الموشن، هل الترانسديوسر والاوبجكت اللي بيعمل ريفلكشن بيقربوا من بعض ولا بيبعدوا عن بعض. ففي الكودنج هنا في الصوره بتاعت الكالر دوبلر ان هو بيعمل في الدرجات احمر للفلو اللي هو بلاد فلو اللي ماشي ناحيه الترانسديوسر، ودرجات بلو درجات ازرق
للفلو اللي هو ماشي اواي فروم ذا ترانسديوس. يعني هنا الفلو ده ماشي في اتجاه الترانسديوس، ماشي لفوق هنا كده، الفلو اللي هنا ده ماشي لتحت كده. اوكي، طبعا هنا شكل الفاسل الحقيقه يعني واضح، كل السرعات كلها شبيهه ببعض وماشيه كلها بشكل متسق، يعني شكلها ما هياش فيها اختلافات كتير. لو في عندنا حاله فيها ستينوزيس مثلا، فيها ضيق في جزء من الوعاء الدموي، بلاقي ان في هنا بيحصل تربلنس. تربلنس بلاقي ان احنا المفروض بدل ما يبقى في عندنا فلو ماشي كله زي ما احنا شايفين هنا كده نفس اللون، بيظهر الوان تانية اخرى موجوده، معناها ان حصل تربلنس. تربلنس معناها ان بقى في عندي زي دوامات كده موجوده، ودي بتحصل نتيجه لاي يعني ريستريكشن موجود عندي في البلاد فيسل. فكر فيها كده، ان احنا لو في عندنا شارع وفي مرور، وفي عندنا جزء من الشارع ده يعني جزء صغير مثلا من الشارع ده تم اغلاقه مثلا، يعني كان شارع ماشي 4 حارات مثلا، بقى في مكان معين بقى حارتين مثلا. اوكي، هنلاقي عند الجزء ده في سيارات ماشيه، بدل ما كلها تبقى ماشيه ستريت لاين، في سيارات بتضطر عشان يعني المكان المغلق ده تتجنبه، بتمشي باتجاه مثلا انجل مختلفه فعشان تعديه، وبعد كده ترجع تاني تكمل بنفس الطريقه اللي كان ماشي بيها. فهنلاقي ان احنا هنا نفس الكلام بالظبط، لما يكون عندنا يعني ستينوزيس اللي هي في عندنا جزء فيه ريستريكشن، او في عندنا حاجه بنسميها انيوريزم اللي هي بيبقى فيه جزء من البلاد فيسل حصل فيه تمدد، وده الحقيقه ممكن يبقى برضه فيه خطوره، ده برضه في الحالتين الحقيقه بيبقى فيه عندنا شكل مميز جدا نقدر نشوف في كالر دوبلر. فهو الحقيقه كالر دوبلر الحقيقه معبر جدا، ويقدر بيساعدنا ان احنا نشوف المنطقه كلها، وبعد كده المنطقه اللي احنا شاكين فيها مثلا زي المنطقه دي مثلا، نقدر بعد كده ننفستيجيت فيرذر بتفاصيل اكتر بالباست ويف دوبلر. فالحقيقه هو عملي جدا، والحقيقه من التكنولوجيز المفيده جدا في الدوبلر تكنولوجي. في نوع اخر شبيه بالكالر دوبلر بس يعني مختلف شويه في الكونسيبت بتاعه، اللي هو بيسموه الباور دوبلر. الباور دوبلر بيعمل استيميشن للباور بتاع الاول شيفتد كومبوننتس. بمعنى ايه؟ انا عندي مثلا في الكالر دوبلر ببص على المين فيلوسيتي بس، ذاتس ات، مش ببص على اي حاجه ثانيه. انا هنا بقى لا، بقول انا دلوقتي كميه السيجنال اللي جايه لي من شيفتد كومبوننتس، يعني بقى دلوقتي فريكونسي معينه، بجمع الانرجي بتاع كل المكونات اللي حصل لها شيفت، وبحطها كرقم كده انرجي، اعبر عنها بدرجات لون اورنج كده، درجات الاورنج دي اعبر عنها هنا كده بالدرجات بتاعت الالوان بتاعت الاورنج. كل ما كانت اعلى، كل ما كان هنا الانرجي بتاعت الشيفت كومبوننتس كانت اعلى. الحقيقه الناس لقت ان الباور دوبلر بالشكل ده كده بيعبر عن حاجه مهمه جدا 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 في الهيومن تيشوز، اللي هي البرفيوجن. البرفيوجن هو يعني تغذيه الدم اللي جايه للاورجنز. فالحقيقه دي مفيده جدا في ابلكيشنز مثلا زي الكيدني ترانسبلانتيشن مثلا، زرع الكلى مثلا او زرع الاعضاء عموما. يعني مثلا المفروض ان احنا هنا بالنسبه للكلى بيبقى شكلها عامل كده، شكل البلاد فيسلز او شكل البرفيوجن بتاعها بيبقى يعني شكله منتظم كده، ويبقى يعني كل الاماكن بيبقى فيها بلاد فلو. لما بنبص مثلا نلاقي في حاجه فيها مشكله، يعني في هنا انفاركت، انفاركت يعني معناها في عندنا جزء كده مش واصل له الدم، فبنلاقي ان هو داخل الكلى هنلاقي ان في عندنا جزء كده لونه اسود ما فيهوش اي باور دوبلر خالص، ما فيش اي باور دوبلر سيجنال خالص، فبنستنتج منها ان الجزء ده ابتدى يبقى فيه مشاكل. فالحقيقه من الحاجات المهمه جدا اللي بتعرف لنا يعني او بتقدر تسمح لنا ان احنا نتابع البرفيوجن في اورجان معين هي الباور دوبلر. المظهر الخارجي لجهاز الالترا ساوند ممكن نلاقي عندنا اشكال كتيره الحقيقه، ودي ميزه كبيره لجهاز الالترا ساوند. ممكن يبقى في عندنا موبايل، موبايل معناه ان هو بيتحرك، يعني بيبقى له هنا كاسترز كده بيقدر ان هو يتحرك عليه، عجل مثلا كبير بحيث ان هو يقدر يتحرك عليها واقدر اخدها من مكان لمكان داخل المستشفى، بس ما ينفعش مثلا اخدها معايا في السياره مثلا. بيبقى الحاجات اللي ممكن اخدها معايا في السياره ممكن يبقى جهاز كده بسميه بورتابل، وفي اجهزه ابتدت تبقى موجوده مثلا من حوالي 15 سنه كده، هي الهاند هيلد يونت بالشكل ده كده. طبعا هي البورتابل يونت طبعا ممكن تبقى الشاشه بتاعتها اكبر شويه، هنا بتبقى الشاشه بتاعتها صغيره، بس دي الحقيقه بتبقى يعني ممكن تبقى مفيده جدا مثلا في عربيات الاسعاف مثلا، ممكن تبقى يعني الطبيب مثلا ممكن يبقى معاه واحد زي كده في شنطته، فالحقيقه مفيد جدا. البورتابل بيبقى لحد ما بيبقى هيفير، بيبقى الحقيقه مش برضو الحركه بيه مش بنفس البساطه بتاعت الهاند هيلد، بس زي ما احنا شايفين كده يعني ممكن التكنولوجيا نفسها ممكن تبقى باشكال كتيره مختلفه تناسب الكلينيكال ابلكيشن المطلوب في استعمال الالتراساوند.
بالنسبه للترانسديوسر الحقيقه بيبقى في عندنا اشكال كتيره جدا زي ما احنا شايفين كده. احنا اتكلمنا ان في عندنا طبعا الفيز اراي، في عندنا لينير اراي، في عندنا كونفكس اراي، في عندنا اشكال بقى كتيره من كونفكس اراي بانجلز مختلفه. ممكن يبقى في عندنا 4 دي اراي اللي هو بيبقى عباره عن واحد من الاريز اللي زي كده وفي موتور زي ما اتكلمنا عليه. بيبقى في عندنا انواع كده ممكن تبقى بنسميها اندو كافيتي. اندو كافيتي دي بحيث ان هو بيبقى في عنده الكريستالز هنا ويقدر يدخل بيها في بعض الكيفيتيز الموجوده عندنا في الجسم عشان يقدر يصور بعض الحاجات اللي ممكن تبقى صعبه ان احنا نصورها من خارج الجسم. فالحقيقه في عندنا انواع كتيره مختلفه، والحقيقه ترانسديوسر ده من اهم الحاجات اللي احنا يعني بنشوفها في الجهاز، والحقيقه لازم ناخد بالنا منه كويس قوي ان هو لو وقع ممكن حاجه يتكسر، يعني الكريستالز ممكن تتكسر. بيبقى في عندنا السيرفيس بتاع الترانسديوسر ده بيبقى فيه حاجه عامله زي الكاوتش كده، حاجه زي رابر، بس دي مش رابر، دي اللينس، دي العدسه بتاعه التصوير بتاع الموجات فوق الصوتيه. فلو احنا مجرد ان احنا قطعنا الكاوتش دوت او الرابر دوت، الحقيقه ده بقت مشكله كبيره بالنسبه للترانسديوسر ده، مش هيشتغل كويس اولا، واصلاحه الحقيقه صعب جدا. طبعا لو اتكسر، لو وقع واتكسر الكريستالز برضو بيبقى مشكله كبيره. الاجهزه دي كلها طبعا بيتم تعقيمها باستعمال مواد كيميائيه معينه. بيبقى طبعا المانيفاكتشرر او مصنع الترانسديوسر بيقول احنا يعني الترانسديوسر بتاعنا ده ينفع ان احنا نطهره بالنوع الماده الفلانيه، المطهر الفلاني. ما ينفعش ان احنا نعمل له ستيريلايزيشن، لو حطيناه في درجه حراره عاليه البيزو الكتريستي الموجود عندنا في الكريستالز هتنتهي، وبالتالي هيطلع فعلا ستيريلايزد، بس الحقيقه يطلع يعني ما هواش الترا ساوند ترانسديوسر، يطلع حاجه ثانيه. اوكي، فما ينفعش ان احنا نعمل له ستيريلايزيشن، ما ينفعش نعرضه لدرجه حراره عاليه، ما ينفعش ان هو يبقى دروبت، ما ينفعش ان هو يتكسر. يعني واحده من الحاجات اللي هي برضو الناس كانت بتشتكي منها في موضوع الترانسديوسرز، ان يعني كل ما كان الترانسديوسر تقيل يعني في الوزن يعني، وكل ما كان الكيبل بتاعه طويل وتقيل برضو، يعني كان بيعمل مشاكل للسونوجرافرز، لدرجه ان في امريكا في عندنا بعض، او في امريكا بعض الناس اللي بيشتغلوا في مجال الموجات فوق الصوتيه بيحتاج ان هو ريتاير علشان تعب من استعمال الترانسديوسر. بيجي له حاجه اسمها كاربال تانل سيندروم في الـ في الـ في الـ في الهاند في الـ في الـ في اليد، بيخلي عنده صعوبه ان هو يعني يشتغل بايده، يعني من كتر ما هو بيبقى ماسك الترانسديوسر، والترانسديوسر تقيل، وممكن البول بتاع الكيبل نفسه عشان بيبقى برضه له وزن ممكن يبقى فيه مشكله. فالحقيقه لو احنا بنختار جهاز علشان نشتريه، يفضل ان احنا نراعي موضوع ان البروب يكون يعني وزنا، ويعني بالنسبه هو نفسه وزنه، وبالنسبه لطول الكيبل بتاعه يبقى اخف ما يمكن. في دلوقتي حاليا بقى في نوع من انواع الترانسديوسر بيبقى وايرلس، بس ده الحقيقه مش موجود، مش منتشر كتير الحقيقه، ويعني يعتبر برضه في بعض الليميتيشنز موجود في حاجات اللي هي تعتبر يعني حاجات ما هياش يعني مش الهاي اند مثلا، يبقى هي موجوده بس يعني لسه الحقيقه ما وصلتش انها تبقى بالكواليتي العاليه زي الترانسديوسرز لا وايرز. في عندنا طبعا علشان انسرت الترانسديوسر داخل الجهاز نفسه، احنا بنفكر مثلا عندنا لو عندنا مثلا 128 اليمنت ترانسديوسر، يعني معنى كده احنا عايزين نوصل على الاقل يعني 128 سلك عشان نقدر نوصل يعني سيجنالز للترانسديوسر. ويبقى في عندنا بالاضافه للاسلاك اللي بتوصل للكريستالز، في عندنا اسلاك بتعرف الترانسديوسر، يعني بيبقى فيها حاجه زي يعني بروب اي دي مثلا سيركت، وبيبقى في بعض الاحيان عشان يبقى في بروتكشن بيبقى في مثلا انذر سكيورتي سيستم مثلا موجود عندي جوه الترانسديوسر، بحيث ان هو انترفيس مثلا مع الجهاز ويقدر يكوميونيكيت معاه. فالحقيقه في حاجات كتيره بتبقى يعني محتاجه اسلاك. فبنتكلم مثلا ان احنا يعني العادي جدا بيبقى في عندنا يعني محتاجين كونكتور ب 156 بينز، يعني كونكتور فيه 100 156 نقطه عشان نكونكت مع بعضيها. فالحقيقه لو احنا عملنا كونكتور، واحنا بنفكر كده ان احنا بندخل يعني بندخل حاجه يعني 156 سلك او 156 بين بندخلهم في يعني ده ميل وفي فيميل كونكتور بندخلهم في بعض، هيبقى في مشكله الحقيقه ان ممكن لو واحد فيهم اتكسر او اتعوج او وات ايفر هيبقى في مشكله كبيره ان احنا يعني الترانسديوسر ده مش هيشتغل بشكل سليم. فالحقيقه علشان الكلام ده يبقى ابسط، اتعمل حاجه اسمها زيرو انسرشن فورس كونكتورز، بتبقى حاجه بالشكل ده كده، يعني بيسكلي انت بتحط ده في ده وبعد كده بتقفل، بيبقى في عندك هاندل كده، لما تحط ده في ده اولا مفيش اي حاجه يعني بتبقى فيها معوقه خالص، يعني بتحطها يعني دي واسعه
وبيسك الكونكتورز اللي هنا ما بتعملش كونتاكت غير لما انا اقفل ده، فبحط ده في منتهى البساطه في ده، وبعد كده بقفل بيه اللوك ده وخلاص وذاتس ات. فاتس ماتش ايزير، وبتعمل فيري افكتيف كونتاكت، يعني بتحمي بقى بوث يعني اندز من ان يحصل اي دامج ليهم، وبالتالي بيبقى طبعا يعني ده مستعمل في جميع اجهزه الالتراساوند. ممكن يبقى شكلها ريكتانجلر بالشكل ده كده، وممكن يبقى شكلها حاجه سكوير بالشكل ده كده، وعاده بيبقى هي الحاجه اللي موجوده عندنا في الفرونت، فرونت بانل بتاعت الترانسديوت بتاعت الجهاز، هي بيبقى فيه الاماكن اللي انا بعمل فيها كونكشن للايه؟ للترانسديوسر بزيرو انسرشن فورس كونكتورز او الزيف كونكتورز. كيوزر انترفيس في عندنا مجموعة حاجات، في عندنا بيسكلي الحاجات الأساسية اللي احنا لازم نبقى شايفينها، في حاجات لازم تكنترول الترانسديوسر، اختار اني ترانسديوسر استعمله، لان ممكن يكون عندي اكتر من ترانسديوسر، اشوف اني واحد فيهم يبقى كونكتد، يعني ممكن هنا ده في اثنين، في انواع تانية ممكن يبقى فيها اربعة، فلازم يبقى في عندي سيلكشن للترانسديوسر. المود، انا عايز اصور اي مود، بي مود، دوبلر مود، وات ايفر، احدد الفريكونسي، احدد الدبث، احدد الباور اللي انا ببعتها ببعت بيها، احدد الجين اللي انا عايزه زي ما كنت بقول لكم، التي جي سي السلايدرز بتاعتها موجوده هنا، التراك بول دي عشان مثلا لو عايز اروح لجزء من الصوره واقيس حاجه اعمل قياسات. التراك بول عامله زي الماوس بالظبط، بس هي بتبقى يعني بيسكلي بتبقى الناس متعوده في الفيلد بتاع الالترا ساوند ايمجنج ان هو مش ماوس، هو تراك بول، يعني بيحرك الكوره دي بيبقى نفس الطريقه بتاعت الماوس بالظبط. بيبقى في الفا نيوميريك كيبورد عشان يقدر يكتب كومنتس على الصوره، او ساعات بيقدر يكتب تقرير برضو على جهاز الالترا ساوند. اهم بوتن موجود بقى هو الفريز، فريز هو البوتن ده، الفريز ده هو ده اللي بيشغل ويوقف الاكوزيشن بتاع الالترا ساوند. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما ادوس عليه مره يبتدي اكواير، يبقى الصوره تبقى لايف، لما ادوس عليه مره ثانيه يفريز، يوقف الصوره واقدر اعمل لها اكوزيشن. يعني ممكن انا ممكن اخدها اطبعها، ممكن اخدها احطها في تقرير، وات ايفر. الصوره اللي بتطلع لي بيبقى فيه كل البارامترز اللي عملت لها سيلكشن بتبقى موجوده عندي هنا في الجنب زي ما احنا شايفين هنا كده. طبعا اليوزر انترفيس ممكن يبقى فيه عندنا ساعات بيحط مثلا حاجه بالشكل ده كده عشان يبقى فيه عنده مثلا، ممكن يبقى فيه عندي تاتش سكرين هنا مثلا تبقى موجوده ويقدر ان هو يعني يعمل بيها كنترول برضو، بدل ما يبقى فيه عندي يوزر انترفيس يبقى عباره عن مجموعه باتنز بالشكل ده كده. طبعا بتختلف باختلاف الجهاز، وكلهم الحقيقه بيادوا نفس الفانكشن، يعني ما بيبقاش فيه ميزه مثلا لحاجه عن الثانيه حسب طبعا البريفرنس بتاع الطبيب. بالنسبه للكواليتي اشورنس، احنا محتاجين ان احنا نعمل بيرفورمانس تيستينج للاجهزه الالتراساوند عشان نقدر نميز الخصائص بتاعتهم، سواء كان في مثلا سيرتيفيكيشن او سواء في اي حاجه بقى من الحاجات اللي بتتطلب كده. فبيبقى في عندنا حاجه بنسميها التراساوند فانتومز، بيبقى عباره عن حاجه زي بوكس بالشكل ده كده، في ستراكشرز داخليه بحيث ان انا اقدر اصورها واقدر اطلع صوره بتعبر عن الحاجه اللي موجوده فيها، واقدر منها اطلع مجموعه من الخصائص بتاعت الصوره، او ممكن اعمل بيها مجموعه تيست. يعني ممكن اعمل بيها تيست لليونيفورمتي، اشوف الدبث اوف بنتريشن يوصل لغايه كام الماكسيمم، اشوف البيم بروفايل او وات ايفر بقى اللاترال ريسبونس ويث او الحاجات اللي هي بالشكل ده كده، اشوف شكل البيم عموما شكله عامل ازاي، لما اشوف قياسات مثلا فيرتيكال وهوريزونتال اشوف اذا كانت دقيقه ولا لا، اشوف قياسات اعمل قياسات الاكسل واللاترال ريزولوشن، اقيس الاليفيشن ريزولوشن وهكذا. يعني مثلا بالنسبه للريزولوشن مثلا في عندي هنا مجموعه بينز، مجموعه نقط هنا موجوده زي ما احنا شايفين كده، النقط فوق شكلها نقطه، كل ما نزلت تحت بقى شكلها شرطه، شكلها كده بقى اعرض شويه. النقطه دي بيسكلي لو انا قست الطول والعرض بتوعها، الطول بتاعها في اتجاه الدبث وفي الاتجاه العمودي عليه، بقدر اقيس الاكسل ولاترال ريزولوشن. مثلا بيبقى في عندي مثلا حاجه زي كونتراست ريزولوشن، بيبقى عندي هنا مجموعه يعني كرات كده، وكل واحده فيهم فيها انتنسيتي مختلفه، فهنا بشوف اقدر اشوف كام واحده فيهم مثلا. يعني في حاجات كتير الحقيقه، في ستراكشرز كتير الحقيقه، وفي اختبارات يعني ستاندرد يعني بنمشي عليها بحيث ان احنا نقدر نقيم كل الاختبارات دي، ونقدر ان احنا ننفستيجيت اذا كان الجهاز شغال بشكل افكتيف ولا لا. لو بتكلم على السيفتي بتاعت الالترا ساوند، لا الالترا ساوند الحقيقه بنتكلم على ان هي يعني لها تاثيرات يعني قليله جدا على الجسم الحقيقه. يعني بنتكلم على ان حاليا حتى الان ما فيش اي دليل يعني مثبت ان في مشاكل بالنسبه لدياجنوستيك الترا ساوند في الانسان. يعني ما حصلش ان في حاله مثلا قالوا ان هي اتصورت بالالترا ساوند وحصل لها كومبليكيشنز، ما فيش حاجه عندنا حتى الان كافيدنس لحاجه زي كده.
اوكي، وبالتالي هي الايمج موداليتي الوحيده اللي مسموح لها تصور الاطفال الاجنه، ودي طبعا يعني ما اقدرش اصور باي تكنيك تاني الحقيقه، يعني ما اقدرش اتابع الحمل مثلا باي حاجه غير الالترا ساوند. فطبعا احنا عندنا عموما لو بنتكلم على الالترا ساوند كويف ممكن يبقى لها حاجتين، ممكن يبقى لها تو افكتس، ممكن يبقى لها ميكانيكال افكت، ممكن يبقى لها ثيرمال افكت. ميكانيكال افكت معناها ان دلوقتي عامه الالترا ساوند ويف از ميكانيكال ويف بتنتقل عن طريق ان يبقى في عندي فايبريشن للبارتكلز الموجوده في الفيلد، والفايبريشنز دي هي اللي بتسمح للويف انها تعدي. فالميكانيكال فايبريشنز دي هل ممكن تعمل تاثيرات داخل الجسم؟ لا الحقيقه يعني هي يعني ثيوريتيكالي ممكن، بس يعني براكتيكالي بتبقى قليله جدا جدا جدا. في بعض الاحيان في الثيرابيوتيك ابلكيشن بتاعت الالترا ساوند ممكن نعلى جامد جدا بالانتنسي بتاعت الالترا ساوند، نعمل حاجه بنسميها كافيتيشن. كافيتيشن ده بنكرييت بابلز داخل التيشوز، والبابلز دي لما بتبرست لما بيحصل لها انفجار بتعمل دامج للحاجات اللي حواليها. وممكن اكشوالي بعض الابلكيشنز برضو في الـ حاجه بنسميها الشوك ويف ليثوتريبسي، تفتيت الحصوات بالالترا ساوند، هنا بنستعمل فيها الميكانيكال افكت بتاع الالترا ساوند. بالنسبه للتصوير بالالترا ساوند لا، الميكانيكال افكت قليل جدا جدا جدا، لان الانتنسي بتبقى اقل بكتير جدا من الحاجات اللي بتستعمل في الثيرابيوتيك ابلكيشنز. بالنسبه للثيرمال افكتس نفس الكلام، احنا بنتكلم طالما في حاجه بتتحرك بيبقى في عندنا فريكشن، الفريكشن اللي هو الاحتكاك بيسبب حراره، وبالتالي ممكن يحصل ارتفاع درجه الحراره داخل الجسم. ده الحقيقه ده ممكن يبقى موجود، وعشان كده الحقيقه يعني يفضل ان احنا لما نيجي نستعمل الالترا ساوند يبقى في عندنا حاجه يعني كابروتش كده عامه ان احنا نستعملها as low as reasonably achievable، يعني نستعمل intensity قليله جدا لوقت قليل جدا علشان نصور الحاجه اللي احنا عايزين نصورها. يعني نستعمل الباور اللي احنا بنستعملها في الالترا ساوند تبقى اقل حاجه ممكن استعملها، وما اطولش في السكان، وطبعا ما اعملش سكان غير لما اعمل حاجه تبقى ريكوايرد. ما ينفعش مثلا انا والله اقول ده انا في عندي جهاز الترا ساوند اتصور بيه، يعني ما فيش حاجه اسمها كده، يعني ما يستحسنش. وخاصه مثلا بالنسبه لموضوع الحمل، مثلا الحمل احنا بنتكلم على الترا ساوند سيف، بس سيف في الحاجات اللي هي يعني انفستيجيتيف، يعني بمعنى لما الطبيب يكون عايز يطمئن مثلا على حاله الجنين بيصور في وقت قليل وخلاص وذاتس ات. ما ينفعش مثلا اروح اتصور عشان عايز اتصور، ما ينفعش انها تكون كده، هتبقى برضو بيبقى فيه يعني ما نضمنش الكومبليكيشنز ممكن تكون ايه. فالحقيقه البيسك كونسيبت بتاع السيفتي هو الالارا برنسبل. هو الالارا برنسبل نفسه الحقيقه موجود في تقريبا كل الايمج موداليتيز، يعني بمعنى احنا بنعرض الجسم سواء للاشعه او للالترا ساوند او وات ايفر يعني بالطريقه اللي تسمح لنا احنا ناخد الصوره اللي احنا محتاجينها عشان نشخص بشكل سليم، وفي نفس الوقت يبقى بنعمل يعني بنقتصد في الانتنسيتي بتاعت الالترا ساوند، نقتصد في الوقت بتاع السكاننج علشان ما يبقاش في اي بوسيبل افكتس ممكن تحصل داخل الجسم. لو نتكلم على الليميتيشنز، بيسكلي احنا عندنا الحاجه الاساسيه اللي موجوده في الالترا ساوند هي الليميتيشن الاساسي في الالترا ساوند inability to image tissues masked by air or bone. يعني اي حاجه فيها يعني ميس ماتش في الاكوستيك امبيدنس زي الاير او البون، زي مثلا لو في عندي حصوات مثلا ما بقدرش اشوف اي حاجه بعديها. يعني على سبيل المثال لو انا ببص مثلا على البيشن مثلا على صدر البيشن مثلا الصدر مثلا هتلاقي ان في عندنا هنا ريبس. الريبس وانس ان احنا جينا عند المنطقه اللي فيها الريبس خلاص اي حاجه بعد كده مش هنشوفها. دخلنا بعد كده جوه شويه بقى في عندنا اللانجز، اول ما دخلنا برضه الانترفيس مع اللانجز اللي هو فيه اير برضه ما بقاش نشوف اي حاجه خالص. لو عندي مثلا بصور حاجه في مثلا في الجسم مثلا وكان في حصوه موجوده، في حصوات موجوده، اي حاجه بعد الحصوات ما اقدرش اشوفها، لان هنا لما بيكون في حصوات الالترا ساوند بتجيت ريفلكتد كومبليتلي اولموست 99.9% من عند الحصوات، فبالتالي مفيش حاجه بتدخل، فاكنها بالظبط زي ما اكني بعرض ضوء على حاجه معينه، على يعني على يعني حاجه مصمته. الحاجه يعني المكان اللي بعد الحاجه المصمته دي بيبقى فيه دي شادو، بيبقى فيه عندي يعني هنا برضه بنسميها شادوينج اكشوالي، فبالتالي الشادوينج ده بيمنعني ان انا اشوف اي حاجه بعد كده، لان مفيش الترا ساوند بيدخل عشان يجيب لي ريفلكشنز من المناطق اللي بعد السون. الحقيقه برضه واحده من المشاكل المهمه اللي موجوده هي الجيومتريك ان اكيرسي، يعني الالترا ساوند الحقيقه نتيجه ان شكل البيم بتاعنا ما هواش ايديال،
القياسات اللي بتطلع فيه ما هياش يعني ما هياش بنفس دقه الموداليتي الثانيه، مثلا زي السي تي فور اكزامبل. لو انا بقيس حاجه من على السي تي او بقيس حاجه حتى من على البلين اكس راي، الحقيقه بتبقى دقتها اعلى بكتير جدا من الالترا ساوند. بس الالترا ساوند الحقيقه مزاياه اكتر بكتير جدا من العيب دوت، يعني بمعنى ان احنا ممكن نجيب قياسات يعني تقريبيه، مش يعني تقدر تسمح لها ان احنا نقدر نشخص برضه. بس احنا لما نكون عايزين نقيس حاجه بدقه ما بنستعملش الالترا ساوند الحقيقه. واحده من المشاكل برضه في الالترا ساوند اللي لسه حتى الان الناس بتحاول تلاقي لها حلول، هي التصوير في الاشخاص اللي هم يعني عندهم بدانه، الاوبيس بيشنتس. يعني لو احنا مثلا بصينا على الصورتين دول، مثلا دول صورتين ابدومينال ايمجينج، الصوره الاولانيه هنا، الصوره الاولانيه هنا شخص يعني 250 باوند، يعني بنتكلم مثلا على يعني وزنه مثلا 130 كيلو مثلا ولا حاجه زي كده. بنتكلم هنا على شخص مثلا يعني الوزن بتاعه تقريبا يعني 150، يعني بنتكلم على حاجه مثلا 75 ولا حاجه زي كده يعني تقريبا يعني. فبنتكلم على يعني في فرق كبير في الوزن بين الاثنين. لما يكون في عندي المنطقه الاولانيه فيها يعني فات لاير كبيره شويه، بتعمل مشاكل للفوكسنج بتاع الالترا ساوند، فبالتالي ما بقدرش اشوف الحاجات اللي انا عايز اشوفها داخل الجسم. يعني بدل ما بعمل انا لما بعمل فوكسنج زي ما احنا شفنا، بنأسيوم سرعه الالترا ساوند ان هي حاجه معينه. لما بيبقى في اختلاف كبير في الانسجه عن السرعه دي، يبقى معنى كده كل الحسابات الفوكسنج اللي انا عملتها هتطلع مش دقيقه، وبالتالي بيبقى كل الحاجه يعني كل الالترا سونيك بيمز بتبقى كلها ما هياش فوكس. لو مش فوكس بيطلع لنا حاجه زي ما احنا شايفين كده ما فيهاش اي دايجنوستيك انفورميشن خالص. فحتى الان عندنا مشاكل في الجزء دوت، وفي بعض التكنولوجي ذات ناس تطورها، بس لسه الحقيقه برضو تعتبر واحده من الليميتيشنز في التكنولوجي بتاعت الالترا سونيك.